بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في هذه الأمسية التدريبية الإلكترونية التي تقدمها لكم عمادة التعلم الإلكتروني، والتي سوف نناقش معكم يعني موضوع مهم جدا، اللي هو من المواضيع المهمة في التعلم الإلكتروني وفي التدريس الإلكتروني، اللي هو تصميم المحاضرات المسجلة. أما لماذا هذا الموضوع ولماذا قدمناه في الفترة الحالية؟ تعتبر المحاضرات المسجلة يعني تعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها التعلم الإلكتروني أو التدريس الإلكتروني. يعني مفهوم التعلم الإلكتروني أول ما بدأ أو أول ما قام وفكرته الأساسية تقوم على المحاضرات المسجلة وليس على الفصول الافتراضية. يعني النجاح الحقيقي في التعلم الإلكتروني ليس أنك تقدم محاضرتك في الفصل الافتراضي بشكل مباشر، إنما النجاح الحقيقي في التعلم الإلكتروني فإنك تسجل محاضرتك ثم تنشرها على المنصة التعليمية، سواء كانت البلاك بورد أو اليوتيوب أو أي نظام إدارة التعلم، ثم تتيح هذه المادة المسجلة متاحة بشكل دائم وبشكل مستمر للطلاب، بحيث أنهم يطلعون عليها في أي وقت ومن أي مكان. فهذا فعلا يحقق المفهوم الحقيقي للتعلم الإلكتروني. طيب، إن شاء الله في محاور الدورة اليوم راح نتكلم على أنواع المحاضرات المسجلة، ونتعرف على مفهوم المحاضرة المسجلة ما هي، وبرضو حنحاول حنا نسجل محاضرة مسجلة صوتية باستخدام برنامج اسمه Audacity. حنتعلم برضو كيف نسجل محاضرة باستخدام عرض باوربوينت، وإرشادات وتقنيات بسيطة لتصميم عرض باوربوينت مميز، ونتعلم كيف نحول المحاضرة المسجلة في عرض الباوربوينت إلى فيديو، ثم بعد ذلك نرفعها سواء كانت المحاضرة المسجلة عن طريق الباوربوينت أو عن طريق البرنامج Audacity اللي هو حيطلع لنا ملف صوتي، وكيف نحملها على نظام إدارة التعلم البلاك بورد. وفي الأخير راح نتعرف على بعض النصائح والإرشادات لتسجيل المحاضرات المسجلة. متطلبات الحصول على شهادة الحضور: حضور ما لا يقل عن 70% من زمن الندوة الإلكترونية أو الدورة الإلكترونية، التسجيل عن طريق نظام إدارة التدريب بإصدار الشهادة من الرابط التالي. طبعا هذا النظام خاص بأعضاء تدريس بجامعة الملك خالد، ونعتذر بالنسبة لأعضاء التدريس اللي من خارج الجامعة، لأنه هذا النظام يعني يرتبط أن يكون فيه يوزر نيم وباسورد خاص بالعضو التدريس في الجامعة حسب البوابة الموحدة. وسيتم إصدار الشهادة بإذن الله خلال أسبوع من تاريخ عقد هذه الدورة. طيب، ما هي المحاضرة المسجلة؟ اكتبوا لي على الشات كذا بشكل سريع، ما هو مفهومكم عن المحاضرة المسجلة؟ كذا بشكل سريع، يعني كل واحد يعطينا فكرة، ما هي المحاضرة المسجلة؟ اكتبوا لي على طريق الشات، الله يعطيكم العافية، نتمنى مشاركة وتفاعل الغير متزامنة. جميل يا أستاذة يا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان تقول المحاضرة المسجلة هي محاضرة غير متزامنة. المحاضرة المسجلة بفيديو قبل المحاضرة. يعني طيب، جميل يا دكتور. يعني ما هو شرط أن تكون في محاضرة يعني مباشرة على أساس أني أسجلها، يعني ممكن تكون هي المحاضرة الأساسية هي المحاضرة المسجلة، يمكن الرجوع لها في أي وقت، يتم تسجيلها قبل المحاضرة، مسجلة يرجع إليها. جميل، يستطيع الطلاب الرجوع إليها، توثيق المعلومات، متنوعة في تقديم المحتوى، محاضرة مسجلة صوتية أو فيديو، جميل، غير مباشرة، ممتاز، جميل، سجلها في أي وقت ويستطيع الطلاب الاستماع إليها أيضا في أي وقت، ممتاز، تعتبر كمرجع. طيب، ممتاز، الله يعطيكم العافية، شكرا، شكرا لكم جميعا. خلينا نتعرف كده بشكل سريع عن المحاضرة المسجلة. كل أشياء تقريبا كل الأشياء اللي في التعريف هذا أنتم ذكرتوها تقريبا، هي محاضرة تعليمية أو تدريبية يتم تسجيلها من قبل المعلم أو عضو هيئة التدريس باستخدام أحد أدوات التسجيل التقنية، سواء بشكل صوتي، يعني قد تكون محاضرة صوت فقط، أو فيديو وصوت، يعني صوت وصورة، الدكتور يظهر بصورته أمام الطلاب ويسجل لهم صوت وصورة، أو من خلال تصوير الشاشة، يعني يسجل مثلا عرض باوربوينت ويشرح الشرائح
بدون ما يظهر صورته، قد يظهر صورته وقد لا تظهر، ثم نشرها للمتعلمين على أي منصة تعليمية. إذن هي شرط أساسي من شروط المحاضرة المسجلة أن تنشر للمتعلمين للطلاب على أساس يشوفونها. فإن تنشر عن طريق الإنترنت، عن طريق الإنترنت غالبا، أما عن طريق منصة تعليمية قد تكون المنصة التعليمية البلاك بورد، قد يكون المودل، قد يكون اليوتيوب، أي منصة تعليمية أو موقع إلكتروني ممكن تنشر فيه هذه المحاضرة المسجلة لمشاهدتها بشكل غير متزامن. إذا المحاضرة المسجلة هي غير متزامنة، يعني ما هو شرط أن الدكتور والطالب والمعلم يكونون في نفس الوقت، لا، ممكن الدكتور يسجلها في أي وقت والطالب يشوفها في أي وقت، في أي وقت ومن أي مكان، ليس لها وقت محدد، ليس لها مكان محدد، وغالبا ما يتم تسجيلها بدون حضور الطلاب. طيب، هل ممكن يعني يكون هناك في محاضرة مسجلة بحضور الطلاب؟ ايش رايكم على الشات؟ ها، هل ممكن يكون في محاضرة مسجلة بحضور الطلاب؟ نعم ممكن. عن طريق ايش؟ ها، عن طريق الفصول الافتراضية. احسنتوا، ممكن تكون عن طريق الفصول الافتراضية وتكون مسجلة. جميل، هذه أسلوب من أساليب تسجيل المحاضرات على البلاك بورد. أيضا يعني في بعض الجامعات ومن أشهرها جامعة MIT سجلوا محاضراتهم، يعني أول ما الدكتور أو البروفيسور عندهم كانوا يسجلوه وهو يشرح في القاعة الدراسية، يعني ثم تسجيل، يجيبون كاميرا تسجيل والمدرس أو العضو التدريس يشرح أو البروفيسور يشرح والكاميرا تسجله وهو يشرح في القاعة الدراسية، وقاموا بتسجيلها ثم نشروها عن طريق منصتهم، سواء عن طريق اليوتيوب أو عن طريق المنصات الأخرى. فهذا برضو يعتبر نوع من أنواع التسجيل في القاعات الدراسية أو عن طريق الفصول الافتراضية في البلاك بورد. جميل. طيب، الآن خلونا نشارك معاكم أداة جديدة من أدوات التفاعل في الفصول الافتراضية اللي يسموها أدوات التفاعل عن بعد. أبغاكم تدخلون على هذا الموقع خلاص وتبدؤون تشاركون معي في هذا الاستبيان بعض الأسئلة، راح أنشرها لكم الآن. الآن حتحصلوا، برسل لكم الرابط، طبعاً هذا هو الرابط أمامكم أو الـ QR code، والرابط بحطه لكم على الشات برضو اللي ما عنده رابط الـ QR. واكتب لي ما هي كلية، ما هي الكلية الخاصة بك، يعني كلية الشريعة، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية العلوم والآداب بمحايل، يعني كل واحد يكتب الكلية ويرسلها من خلال مسح الـ QR code هذا ثم إرساله. ها، بدأت الإجابات تأتي، بحط لكم الرابط برضه اللي ما تيسر له، هذا الرابط بحطه لكم على الشات، وراح نوقف الشات شوية على أساس الرابط ما يروح عليكم. المشاركة ليست عن طريق الشات، أفضل أنه المشاركة تكون عن طريق التطبيق. هذا هو الرابط موجود عندكم، حطه لكم على الشات مرة أخرى. خلنا نشوف الأعضاء المشاركين معنا اليوم من أي كليات، هذا هو الرابط موجود على الشات حطيته لكم، اضغط وجاوب أول سؤال. عندنا ما شاء الله كلية العلوم والآداب بمحايل متصدرة الحضور، يعني الآن كل ما كانت الكلمة كبيرة حجمها كبير كل ما كان عدد أعضاء التدريس اللي مشاركين معنا الليلة هم منها. طبعا ما شاء الله المتصدرة الآن كلية العلوم والتربية، كلية العلوم رجعت، التربية الآن تصدرت. بقية الزملاء والزميلات، أتمنى أن الجميع يشارك، إلى الآن فقط شارك 31، أبغى الجميع. إحنا ما شاء الله العدد عندنا الآن تقريبا 200 وقربنا على 280 تقريبا. يلا، أتمنى من الجميع أن يشارك في أي، من أي كلية. كلية التربية صراحة متصدرة الموقف، بعدها كلية العلوم، كلية المجتمع للبنات بأبها، جميل، كلية اللغات والترجمة برضو ما شاء الله، كلية العلوم والمجتمع وكلية العلوم بمحايل ما شاء الله ما شاء الله، ظهران الجنوب برضو معانا ما شاء الله، كلية العلوم، كلية طب الأسنان، في برضو عندنا من كلية طب الأسنان، جميل،
أتمنى أن الجميع يشارك معنا، الله يعطيكم العافية، على أساس ننتقل ونكمل إن شاء الله دورتنا بإذن الله. طيب يعطيكم العافية، شكرا شكرا. إحنا يعني قلنا نحاول إن شاء الله في كل محاضرة أو في كل دورة نقدمها لكم نستخدم يعني أداة تقنية ممكن أنها تفيدكم في التفاعل مع طلابكم مع طالباتكم في تقديم المحاضرات عن طريق الفصول الافتراضية عن بعد. طيب شكرا شكرا للجميع. خلونا الآن نتعرف على ما هو السؤال الثاني، معلش السؤال الثاني، هذا هو بحط لكم السؤال الثاني الآن. هل هناك فرق بين المحاضرة المباشرة والمحاضرة المسجلة؟ الآن حيظهر لكم السؤال الثاني على طول في نفس المكان. هل هناك فرق بين المحاضرة المباشرة والمحاضرة المسجلة؟ إذا كان نعم هناك فرق اختار نعم، إذا كان لا اختار لا. الآن بدأوا 27 مشارك حتى الآن معانا 31. يلا الجميع يا أخوان ويا أخوات، ودنا الجميع يشارك، اضغط على الرابط وعلى طول شارك مباشرة، حتحصل السؤال قدامك مباشرة من خلال الرابط اللي موجود في الشات أو من خلال مسح الكود اللي موجود عندكم الآن، هذا الكيو آر كود. الغالبية العظمى حتى الآن يقولون نعم، 98% يقولون نعم هناك فرق بين أنك تعطي محاضرة مباشرة وأنك تعطي محاضرة أو تسجل محاضرة مسجلة أو تقدم محاضرة مسجلة للطلاب. بقية الزملاء إيش رأيهم؟ ليس هناك فرق، 9% يقولون ليس هناك فرق. طيب بقية الأخوان يا يعني الأخوات إيش رأيهم؟ هذا هو الرابط، نفس الرابط موجود على الشات، حيفتح لك نفس السؤال. فتحنا لكم الشات يعني. نعم هناك فرق، ما في رابط إلا الرابط موجود، هذا هو على الشات. أوه معلش، سوري سوري سوري، أنا آسف، أنا أعتذر بشدة صراحة، الرابط غير موجود، أنا آسف، خلاص بوقف الشات معلش مرة ثانية، معلش هذا هو الرابط الآن مرة ثانية، أعتذر والله منكم جميعا، هذا الرابط الآن موجود على الشات، أعتقد أنه واضح لكم صح ولا لا؟ اكتبوا لي على الشات الرابط واضح الآن؟ ممتاز، أيوة ممتاز، خلاص أنا حوقف الشات على أساس ما يضيع الرابط منكم، لأنه ما شاء الله المشاركات كثيرة، فهذا هو الرابط الآن موجود. ما شاء الله ارتفعت المشاركات الآن، معلش أنا الخطأ كان مني فسامحوني. جميل، الله يعطيكم العافية، الآن الرابط موجود عندكم على الشات. هل هناك فرق؟ نعم، يعني الغالبية العظمى 94. طيب ماذا يعني أن هناك فرق؟ خلاص ممتاز، مشاركاتكم رائعة، يعني فعلا هو هناك فرق. طيب ماذا يعني ما هو الفرق، يعني إيش يعني ماذا يعني لنا هذا الفرق في تقديم محاضراتنا، سواء أنا قدمت في تسجيل المحاضرة، ماذا يعني لنا هذا الفرق في تسجيل محاضرة؟ جميل، لا هو صح ما في تفاعل من الطلاب، لا أنا أتكلم لما أنا خلاص قررت أني أسجل محاضرة، فماذا يعني لي هذا الفرق؟ عدم وجود التفاعل في المحاضرات الغير المسجلة، جميل، الفرق في التفاعل، حلو، الجودة، ممتاز، التزامن في الوقت، حلو، التمكن من محتوى المحاضرة، ممتاز، محاولة تعويض البث المباشر، جميل، تفاعل الطلبة، وقت الشرح أقل، صح لأنه ما في مداخلات غالباً، فيكون وقت الشرح مركز ويتم التركيز على المحتوى بشكل كبير، لابد من التجهيز الجيد، ممتاز، لأنها حتكون مسجل على طول معهم على طول، التفاعل يختلف وبشدة، التغلب على ضعف الإنترنت، ممتاز، عدم وجود تفاعل بين قد يكون حل ضعف الانترنت، ممتاز، يعني إذا ما تمكنت أني ما أقدم محاضرة فصل افتراضي ممكن أني أسجلها، تأكيد المعلومة للطالب، ممكن الرجوع للطالب إليها. طيب جميل، تعطيكم العافية، يقلل الانتباه والالتزام، حرية اختيار المحاضرة، الملل في المسجلة. طبعا الملل يا دكتورة محاسن في المسجلة
هي تعتمد على ليش أنا سألت السؤال هذا، هل هناك فرق بين المحاضرة المباشرة والمسجلة؟ لأنه زي ما ذكرت عند أول شيء ما في تفاعل، وثاني نقطة مهمة جدا أنه طريقة تقديمك للمحاضرة المسجلة ليست كأنك تقدم المحاضرة مع الطلاب. مع الطلاب يعني ممكن يكون في تفاعل تسألهم وكذا، لكن في المحاضرة المسجلة الطلاب ليسوا أمامك، ليس هناك تفاعل بينك وبين الطلاب، فيتأكد على طريقة إلقائك، على طريقة تقديمك للمحاضرة، على طريقة جذبك لهذه المحاضرة. نحن الجميع يعني شفنا محاضرات كثيرة عن طريق اليوتيوب، وشاهدنا أشخاص يتكلمون ويتحدثون في تقديم محاضراتهم، سواء كانت محاضرات دينية، علمية، ثقافية، أدبية، رياضية، أيا كان. أليس هناك متحدثين قدموا محاضرات مسجلة أمامنا واستطاعوا أن يجذبونا وتمكنوا من أنهم يخلونا نشوف المحاضرة من بدايتها إلى نهايتها؟ أليس كذلك؟ ها؟ ما صادفك أنك شفت محاضرات يعني على الإنترنت والشخص يعني جذبك؟ أكيد أكيد الجميع، يعني لابد أنه هناك أشخاص يعني أسرونا بطريقة إلقائهم، أسرونا بطريقة حديثهم، أسرونا بطريقة لغة جسدهم أثناء ظهورهم أمام الكاميرا. فالمحاضرة المسجلة يعني تعتمد بشكل تعطيك يعني تحتاج حقيقة إلى مهارات أعلى من المحاضرات اللي في الفصل الافتراضي، وكل يحتاج لها مهارات، لكن المحاضرة المسجلة لأنه ما في أحد قدامك، ما في إلا الكاميرا يمكن، وما في إلا يمكن عرض الباوربوينت اللي أمامك، فكيف تستطيع أن تجذب الطلاب وتخليهم مشدودين معاك من بداية المحاضرة إلى نهاية المحاضرة؟ ممتاز، يعطيكم العافية، شكرا لكم. خلونا نعود للعرض ونتعرف على بعض الفروقات اللي أنتوا ذكرتوها بالنسبة للمحاضرة المباشرة. المحاضرة هذه بعض الفروقات بشكل عام عن الفرق بين المحاضرة المسجلة والمباشرة. المحاضرة المباشرة غالبا تكون في القاعة أو في الفصل الافتراضي، المحاضرة المسجلة غالبا تكون في المنزل أو في المكتب أو في الاستديو إذا كان هناك استديو. المحاضرة المباشرة لها وقت محدد كما ذكرت متزامنة، المحاضرة المسجلة غير متزامنة والطلاب ممكن يشوفونها في أي وقت، وأنت برضو ممكن تسجلها في أي وقت. هناك مشاركة وتفاعل أثناء المحاضرة المباشرة، غالباً لا يوجد مشاركة وتفاعل أثناء المحاضرة المسجلة إلا إذا كان هناك بعض الفيديوهات التعليمية، بعض المحاضرات المسجلة أو الفيديوهات، يعني في بعض البرامج تخلي الطالب مثلاً بعد ما يجتاز يشوف مثلاً جزء من المحاضرة يطلع له سؤال يجاوب عليه. طبعاً هذه تحتاج لها تقنيات معينة، تحتاج لها برنامج معين تستخدمه في هذا النوع لكي بعد ما كل ما تخلص جزئية من المحاضرة يطلع للطالب سؤال أو سؤالين يجاوب عليه ثم يكمل مشاهدة الفيديو أو المحاضرة وهكذا. غير محفوظة، المحاضرة المباشرة غالباً تكون غير محفوظة، أنا ما أتكلم طبعاً إذا كانت في القاعة الدراسية، إذا كانت في القاعة الدراسية غالباً تكون غير محفوظة، لكن لو كانت عن طريق الفصول الافتراضية لا يمكن حفظها. المحاضرة المسجلة محفوظة ويمكن إعادة مشاهدتها أكثر من مرة، لكن المحاضرة المباشرة إذا كانت في القاعة الدراسية أو أن عضو التدريس مثلاً قدمها عن طريق الفصل الافتراضي ولم يسجلها فلا يستطيع أن يعيدها ولا يستطيع إعادة مشاهدتها مرة أخرى. المحاضرة المباشرة غالباً تكون ارتجالية لأنه فيها نقاش، فيها تفاعل. المحاضرة المسجلة يتم تسجيلها بناء على سيناريو معين، يعني لها خطة متى إيش الأشياء اللي حتبدأ فيها، العناصر واضحة، يعني السيناريو اللي حتمشي عليه بالضبط محدد قبل ما تبدأ التسجيل. المحاضرة المباشرة لا يمكن تعديل الأخطاء بعد انتهاء المحاضرة، لو اكتشفت أنك أعطيت مثلا نقطة معينة أو حليت مثلا معادلة بالخطأ في المحاضرة المباشرة في القاعة أتكلم مثلا أو كانت عن طريق الفصول الافتراضية ولم تسجلها أو حتى لو سجلتها يمكن تعديل، لكن في المحاضرة المسجلة لو كان هناك خطأ اكتشفته بعد التسجيل يمكن أنك تدخل على الخطأ هذا وتعدله، أو إذا كان خطأ مثلا في شريحة معينة ممكن تغير هذه الشريحة فقط وتعيد تسجيل الفيديو مرة أخرى. المحاضرة المباشرة صعبة التحديث، يعني من الصعوبة أنك تحدث المحاضرات المباشرة أو من المستحيل يعني خاصة إذا كانت في القاعة الدراسية. المحاضرة المسجلة سهلة التحديث، ممكن إذا أنا نزلت محاضرة في البلاك بورد في نفس المكان أقدر إذا أحدث المحاضرة هذه أغير الفيديو، أشيل الفيديو القديم وأحط الفيديو الجديد بعد التحديث. المحاضرة المباشرة طريقة واحدة غالبا في التقديم اللي هي الإلقاء والاستخدام لغة الجسد مثلا، التفاعل مع الطلاب، لها تقريبا
طريقة أو طرق محددة في تقديم هذا النوع من المحاضرات المباشرة، لكن المسجلة فيها عدة طرق لتقديم المحاضرة المسجلة. ممكن تقدمها عن طريق الصوت، ممكن تقدمها على شكل فيديو وتظهر فيه أمام الطلاب بالصوت والصورة، ممكن تسجل عن طريق عرض باوربوينت، ممكن تشرح أي برنامج آخر سواء برنامج إكسل أو تشرح مثلا برنامج زي برنامج الإحصاء SPSS أو غيرها من البرامج. تقدم المحاضرة المباشرة بحضور الطلاب، الطلاب غالبا يكونون موجودين في المحاضرة المباشرة. المحاضرة المسجلة لا يكون الطلاب معك وغالبا لا يكونون موجودين إلا إذا كانت سجلت المحاضرة عن طريق الفصول الافتراضية أو إذا سجلت المحاضرة في القاعة الدراسية وكان هناك كاميرا للتسجيل في القاعة الدراسية، زي ما ضربنا مثال جامعة MIT يعني سجلوا معظم محاضراتهم اللي يقدمونها في القاعات الدراسية ونشروها عن طريق الإنترنت. المحاضرة المباشرة يمكن للطلاب طرح الأسئلة بشكل مباشر، أما المحاضرة المسجلة يمكن طرح الأسئلة ولكن في وقت آخر، يعني ممكن يطرحون الأسئلة في المنتديات، يعني ممكن يشوف المحاضرة المسجلة ما يقدر يسألك مباشرة لكن ممكن يروح يطرح سؤالك في المنتديات، يطرح في منتدى الأسئلة أنه يا دكتور والله النقطة اللي أنت ذكرتها في المحاضرة المسجلة غير واضحة بالنسبة لي، فممكن يطرحوها أسئلتهم عن طريق المنتديات ويتم الرد عليهم في وقت لاحق. تقريبا هذه هي أبرز الفروق بين المحاضرة المسجلة والمحاضرة المباشرة. ماذا تعني لنا هذه الفروق في طريقة إلقائنا لتقديم المحاضرة المسجلة؟ خاصة أنا أتكلم عن المحاضرة تركيز الليلة، المحاضرة المسجلة أنه لا يجب أن يتم التحضير لها بشكل جيد، يجب إعداد السيناريو الخاص فيها والإلقاء بشكل جيد، يجب أن تكون لغة الإلقاء اللي تقدم فيها في المحاضرة المسجلة تكون تشد الطلاب ويكون فيها حماس ويكون فيها تفاعل ويعني يشعرون بقوة كلمتك وأنت تلقي هذه المحاضرة. طيب، أنواع المحاضرات المسجلة، قد تكون محاضرة صوتية أو ما يسمى بالبودكاست، المحاضرة يعني صوت فقط، ملف صوتي، وهذه قد تنفع في بعض العلوم زي مثلا في بعض العلوم الشرعية، في بعض العلوم الأدبية، في المحاضرات يعني يحتاج أنه يكون فيها صوت فقط، فممكن هذه النوع يكون من أنواع المحاضرات المسجلة. المحاضرة الثانية أن الطلاب يشوفونك صوت وصورة مسجل، يعني تظهر أمامهم بالكاميرا زي المحاضرات المسجلة اللي تظهر في اليوتيوب، يظهر الشخص بيتكلم سواء كان في محاضرة دينية أو محاضرة علمية ويظهر بصوته وصورته بدون استخدام أي عرض آخر، بدون استخدام عرض باوربوينت، وهذه برضو قد تنفع في بعض أنواع المحاضرات. محاضرات صوتية مع تسجيل الشاشة، يعني زي العرض اللي أنا أسجل لكم الآن، زي المحاضرة اللي أنا أقدم لكم الآن هي تعتبر محاضرة صوتية مع تسجيل الشاشة، ما تشوفوني لكن تشوفون عرض الباوربوينت اللي أنا أشارككم معه. ممكن تسجل عرض ملف وورد تعرض لهم مثلا PDF أو أي برنامج آخر، ممكن تشرح لهم أي برنامج، ممكن أشرح لكم البلاك بورد زي ما احنا شرحنا في الفترة الماضية في دوراتنا السابقة كنا نشرح لكم عن طريق تسجيل الشاشة. المحاضرة المسجلة في القاعة الدراسية زي ما ضربنا MIT سجلوا محاضراتهم وهم في القاعات الدراسية ونشروها وبثوها عن طريق الإنترنت أو عن طريق الفصول الافتراضية، ممكن تكون محاضرة مسجلة في الفصل الافتراضي، أنت تعطي محاضراتك مباشرة ولكن تضغط على زر التسجيل وتكون هذه المحاضرة مسجلة وتتاح لهم بشكل دائم. طبعا مشكلة المحاضرات في الفصول الافتراضية المسجلة أنه يصعب التحرير فيها، ما في تحرير، يعني ما تقدر تحذف من البداية من النهاية من النصف، يعني ما تقدر تحذف أي تحرر أي جزء، يعني المحاضرة حتسجل وتنشر بنفسها بنفس محتوياتها بدون أي تعديل. المحاضرات المسجلة التفاعلية زي ما ذكرنا أنه في بعض المحاضرات بعض البرامج ممكن لما تسجل فيديو في نص الفيديو مثلا أو في كل ما انتهيت من عنصر معين من المحاضرة المسجلة أو الفيديو هذا يظهر لك سؤال تفاعلي، أما أنك تكتب مثلا تجيب على صح وخطأ أو اختيار متعدد أو مثلا تكتب نص، ممكن تكتب حتى كعبارة نصية، يعني أسئلة بسيطة فقط، هذا يعتبر نوع من أنواع المسجلة التفاعلية. حتى بعض البرامج يعني التعليمية ما يخليك مثلا يقول لك مثلا اضغط على زر إرسال، يقول لك لازم تروح تضغط على زر إرسال على أساس يكمل الفيديو، إذا ما ضغط على زر إرسال مثلا لو تعلمنا مثلا كيف ننشئ الواجب وسوينا الخطوات وفي الأخير نضغط على زر إرسال، يقول لك يلا اضغط على زر إرسال في الصورة نفسها، فتضغط على زر إرسال يكمل الفيديو ويشتغل معك. طبعا هذه الميزة يعني ما حبينا نحن نحطها في فيديوهاتنا اللي موجودة في قناة تمكين لسهولة يعني سرعة
يعني مضي الفيديو بشكل جيد. طيب هذه هي تقريبا أنواع المحاضرات اللي ممكن أسجلها. ممكن أسجل محاضرة صوتية، ممكن أظهر بصوت وصورة أمام الطلاب خاصة بالنسبة لأعضاء تدريس الرجال. المحاضرة الصوتية عن طريق الشاشة، عن طريق عرض باوربوينت أو وورد أو بي دي اف، أو أشرح أي برنامج آخر. المحاضرة المسجلة في القاعة الدراسية أو الفصل الافتراضي الألترا ممكن أسجلها. وأخيرا المحاضرات المسجلة التفاعلية عن طريق طرح بعض الأسئلة في نفس الفيديو الذي ينتج من المحاضرة المسجلة. طيب ما هي مميزات المحاضرة المسجلة؟ نرجع إلى موقعنا، الموقعنا اللي كنا فيه اللي هو سلايدو. فأبغاكم الآن تكتبوا لي ما هي مميزات المحاضرة المسجلة كذا بشكل سريع. نرجع على العرض اللي كنا فيه، أبغى تشاركوا لي في نفس الـ، هننتقل للسؤال الأخير. يلا الآن اكتبوا لي ما هي مميزات المحاضرة المسجلة من نفس الرابط، من نفس الرابط. أحط لكم الرابط مرة ثانية، أبغى المشاركة هنا على أساس أوريكم الميزة، أبغى أوريكم ميزة في هذا الـ. أيوة ممتاز، يمكن الرجوع إليها. شايفين الآن كيف النتائج تطلع؟ شايفين مشاركاتكم؟ هذه من الأشياء الجميلة اللي ممكن تستخدمها برضو مع طلابك في الفصول الافتراضية، يعني ما تخليهم بس يشوفون الشاشة الألترا السوداء. يعني حاول أنك تنوع معهم في المشاركات، يعني ما هو فقط عن طريق الشات. صح الشات ممكن يكون يؤدي غرض كبير، لكن هذه يعني طريقة جميلة لعرض المحتوى لمشاركات الطلاب بطريقة زي ما أنتم شايفينها بشكل يعني سلس ومميز. وزي ما ذكرت الآن ما هي مميزات المحاضرة المسجلة؟ حفظ المعلومة، يمكن حضورها في أي وقت، مسجلة يمكن الرجوع إليها، ممتاز. التنويع في طرق التقديم أحسنتوا، تكون مرتبة بشكل أفضل، جميل. يمكن للمتعلم مشاهدتها أكثر من مرة، أحسنتوا. المرجع المستقبلي وذاكرة للزمن، يا سلام عليكم، هذا شاعر اللي كتبها أو شاعرة. المحاضرة المسجلة الرجوع إليها، يمكن حضورها في أي وقت، المحاضرة المتوفرة في كل زمان وكما كان، أحسنتوا. سهلة الرجوع إليها، تعليم مستمر، أحسنتوا. يمكن التصحيح فيها وتحديثها برضو، هذه من مميزاتها، أحسنتوا، التحديث فيها. طيب ممتاز، حتى الآن 111 مشاركة، يعطيكم العافية، أشكركم على تفاعلكم الجميل والرائع الذي عودتمونا به دائما. أنا يا جماعة الخير أخاف من لما يحضرون معي دكاترة من اللغة العربية، صراحة أشعر بالخوف يعني، لكن الآن يبتسمون أعضاء التدريس اللي في اللغة العربية. طيب يعطيكم العافية. طبعا ليس خوف كراهية، إنما خوف محبة يعني، الله يعطيكم العافية. طيب مميزات المحاضرات المسجلة كما ذكرت أيها الإخوة والأخوات، يمكن مشاهدتها وإعادة المشاهدة، يمكن إعادة المشاهدة، هذه أهم نقطة في المحاضرات المسجلة. الطالب إذا ما فهم من أول مرة يمكن يعيد مرة ومرتين وثلاث لين يستوعبها بشكل جيد. يتم التحضير لها بشكل أفضل فتكون بجودة أعلى. غالبا اللي بيسجل محاضرة، يعني حتى أعضاء التدريس اللي سجلوا معنا، اللي طوروا معنا المقررات المفتوحة، وفي أعتقد مجموعة من أعضاء التدريس شاركونا يمكن مشاركين معنا في هذه الدورة، اللي سجلوا معنا المقررات المسجلة أو المقررات المفتوحة في قناة المقررات المفتوحة اللي تابعة للجامعة، تجد أنهم يحضروا لها من فترة، يحضرون المادة التعليمية بشكل جيد، يتم تجهيز العرض باوربوينت بشكل جيد، ثم يتم التسجيل، ثم يتم التنقيح، ثم إعادة التسجيل إذا احتاج بعض الشرائح تحتاج إعادة التسجيل، فيتم التحضير لها بشكل جيد. ليش؟ لأنه المحاضرة المسجلة هذه خلاص حتكون بشكل دائم ومستمر، وتكون مرجع للطلاب بشكل دائم. سهولة التحديث والتطوير كما ذكرته، تنوع طرق التقديم، ممكن محاضرة صوتية، ممكن مسجلة، ممكن صوت وصورة فيديو، أظهر بصورتي أمام الطلاب وأتكلم، صوت وصورة، ممكن أسجل عرض باوربوينت، أشرح من طريق عن برنامج البي دي اف مثلا، ملف بي دي اف مثلا أو ملف وورد، أو أشرح أي برنامج إذا كان مثلا يحتاج أني أشرح برنامج، زي مثلا اللي يدرسون مثلا في كلية الحاسب الآلي، اللي يدرسون في تقنيات التعليم، إذا حابين يشرحون أي برنامج ممكن يسجلون عن طريق، يسجلون الشاشة باستخدام أحد برامج تسجيل الشاشة، وعن طريق الباوربوينت، وراح نتعلم كيف نسجل فيه. يمكن تعديل الأخطاء بعد انتهاء تسجيل المحاضرة بكل سهولة، تعويض المحاضرات المفقودة،
سواء بالنسبة للطالب أو عضو هيئة التدريس. وهذه من أهم النقاط، لو فاتتك محاضرة ما قدرت تقدمها للطلاب في الفصل الافتراضي تقدر أنك تسجلها وتنشرها لهم عن طريق البلاك بورد، وليس شرط أنك تسجلها عن طريق الفصول الافتراضية، ممكن تسجلها عن طريق عرض الباوربوينت أو عن طريق محاضرة صوتية عن طريق البرنامج اللي راح نتكلم عنه. تعليم مستمر ومستدام، هذه برضو من النقاط المهمة أنها تكون مستمرة والطلاب يرجعون لها في أي وقت، مفيدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وعلم ينتفع به. هذه نقطة مهمة جدا، أنه هذه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. يوجد لدينا في مقررات بعض أعضاء التدريس اللي شاركوا معنا في تطوير المقررات، مقررات المفتوحة في قناة المقررات المفتوحة التابعة للجامعة، طوروا معنا مقررات وتم رفعها على اليوتيوب، ولا زالت هذه المحاضرات تسجل، ولا زالت حتى بعض الجامعات الأخرى تستفيد منها، وهم قد بعضهم قد انتقل إلى رحمة الله، سأل الله أن يغفر له ويرحمهم ويغفر جميع موتى المسلمين. فهذا برضو من العلم الذي ينتفع به، يعني ممكن تستفيد، يعني صدقة جارية لك، استمر حتى يعني بعد وفاتك، يعني بعد عمر طويل بإذن الله على طاعته. ننتقل الآن إلى خطوات تصميم المحاضرة المسجلة. أول خطوة أنك تحدد طريقة تسجيل المحاضرة اللي راح تقدمها، هل بتقدمها صوت ولا هل بتقدمها فيديو ولا حتستخدم تسجيل شاشة، لأن كل واحدة لها يعني استراتيجية معينة، طريقة معينة ممكن أنك تتبعها. إذا كان صوت ممكن تجهز فقط المحتوى والسيناريو، إذا كان فيديو لازم أنك تجهز الفيديو، الكاميرا، تجهز الإضاءة، الأشياء، هذه الأشياء الأساسية، كتابة السيناريو وتقديم المحاضرة، التحضير الجيد للمحتوى، تجربة مقطع صغير 5 دقائق وتقييم التسجيل قبل ما تبدأ تسجل المحاضرة كاملة. يعني حاول أنك أول شيء تسجل مقطع صغير أساس ما تسجل تقعد تسجل 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا نصف ساعة في الأخير تتفاجأ أن هناك في مشكلة في التسجيل، ثم تبدأ في التسجيل وحفظ هذا المادة المسجل على جهازك، ثم مراجعة التسجيل وعمل التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر، ثم رفع التسجيل على قناتك على اليوتيوب أو على البلاك بورد أو على أي منصة تعليمية، إبلاغ الطلاب، إذا أضفتها على البلاك بورد لازم تبلغوا الطلاب أنه يا طلاب ترى أضفنا محاضرة مسجلة إلى صفحة المحاضرات وعنوان المحاضرة، إضافة تقييم أو نشاط له علاقة بمحتوى المحاضرة سواء كان واجب، اختبار ذاتي وقصير، ذاتي قصير أو مشاركة في المنتدى. هذه تقريبا من أهم النقاط، النقطة الأخيرة تعتبر من أهم النقاط اللي فعلا تساعدك في أو في تحقيق الأهداف التعليمية. كيف تعرف أن الطالب استفاد من المحاضرة المسجلة اللي شافها؟ هل تفاعل معها؟ هل شافها من بدايتها لنهايتها؟ فيكون عندك بعد ما يشوفون المحاضرة المسجلة هذه واجب يتعلق بهذه المحاضرة أو اختبار ذاتي أو منتدى ويشارك فيه. إذا الطالب حل الواجب وحل الاختبار من خلال محتوى هذه المحاضرة تتأكد فعلا أنه استفاد من هذه المحاضرة يعني بشكل جيد. فلا تضع أي محاضرة مسجلة بدون ما يكون فيها نشاط أو واجب أو اختبار قصير أو منتدى لكي تتأكد من فهمهم للمادة التعليمية التي قدمتها لهم في هذه المحاضرة. معلش في أشياء طلعت فوق عندنا في خطوات التصميم. حدد أول شيء عنوان المحاضرة، حدد الفئة المستهدفة سواء كانوا بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، أو حدد أهداف أو عناصر المحاضرة، ثم الأشياء اللي حنا ذكرناها قبل ذلك. إذن طبعاً الفئة المستهدفة لما تشرح لطلاب بكالوريوس، لما تشرح لطلاب في المستوى الأول غير لما تشرح في طلاب في المستوى الثامن، غير لما تشرح مع طلاب الماجستير، غير طلاب الدكتوراه. كل طبعاً طريقة لهم طريقة في تقديم المحاضرة اللي تقدمها لهم، وبناء على الفئة تستطيع أنك تشرح المادة اللي تقدمها لهم. حدد أهداف المحاضرة وعناصرها لكي تبدأ السيناريو والتسجيل بشكل جيد. طيب، خطوات تصميم المحاضرة. أخيراً، سجل المحاضرة بهدف الشرح وتوضيح وتعزيز المفاهيم وليس القراءة من كتاب المقرر. يعني لا تحاول أنك بس تقرأ أو تقرأ الشرائح اللي موجودة، حاول أنك تشرح الأشياء الموجودة، توضحها، تعزز المفاهيم، تضيف عليها خبراتك في هذا المجال، تعطي قصة من واقع الحياة إذا كان هناك قصة ممكن ترويها للطلاب تتعلق بمحتوى هذه المحاضرة. إعداد استديو التصوير الخاص بك. ممكن تجهز يعني بأشياء بسيطة، ليس مطلوب أنك تروح تجهز استوديو ويكلفك بمبالغ طائلة، لا، ممكن تجهز أشياء بسيطة للتسجيل بشكل بسيط. أول نقطة في معدات التسجيل الميكروفون، هذا هو سلاحك
الأساسي في تسجيل المحاضرات المسجلة. يجب أن يكون عندك الميكروفون بجودة عالية حتى في المحاضرات الفصول الافتراضية. يعني أنا نتفاجأ أنه بعض أعضاء التدريس يعني يشكون أنه في مشكلة عندهم في أو أن الطلاب ما يسمعون بشكل واضح، فللأسف أنه بعضهم يستخدم ميكروفونات بجودة يعني غير جيدة، أو بعض الأحيان يستخدم الميكروفون المدمج مع اللابتوب، وخاصة إذا كان من اللابتوب من النوع القديم فيكون جودة الميكروفون اللي موجودة فيه غير جيدة. فيفضل أنه إذا ما كان اللابتوب اللي عندك يعني حديث، يفضل أنك تأخذ لك ميكروفون جديد، ويوجد في مكتبة في المكتبات يعني مكتبة زي مكتبة جرير يوجد فيها ميكروفونات بأسعار معقولة، يعني بحدود تقريباً 100 ريال أو 150 ريال تأخذ لك جهاز، لكن هذا الجهاز يعتبر استثمار بالنسبة لك، لأنه خلاص من الفترة القادمة التعليم ممكن خلاص هيصبح شيء أساسي، التعليم عن طريق الفصول التراضية، تسجيل المحاضرات حيكون جزء أساسي. فالميكروفون أهم نقطة في موضوع تسجيل المحاضرات. طيب الكاميرا، يفضل أن يكون عندك كاميرا بنوعية جيدة، واللي عندهم ما شاء الله الآن الجوالات الجديدة ممكن أنك تستخدم كاميرا الجوال، خاصة إذا كانت الجوال ما شاء الله بعض الدقة الجوال الكاميرا في الجوال وصلت إلى 50 ميجا، ف 50 بكسل تقريبا، ف يعني ممكن تستخدم الكاميرا اللي موجوده في الجوال، بس اهم شيء انك تضعها على ثابت بشكل جيد، وتضعها مثبته على سطح ثابت، او اذا كان هناك حامل تضعها عليه، حامل للجوال يكون افضل. الاضاءه برضو من الاضاءه ان تكون الاضاءه في الغرفه اللي بتسجل فيها تكون جيده، وما تكون معتمه وتكون الاضاءه فيها نوعا ما قويه. تجهيز إعدادات الصوت الميكروفون، تأكد من توصيل الميكروفون الخارجي إذا كان عندك ميكروفون خارجي بشكل جيد، وتحدث بصوت عال، يعني حاول أنك لما تتكلم أنك تتحدث بصوت مرتفع، ليس صياحا وإنما بصوت مرتفع، ليس منخفض ولا عالي جدا، إنما يكون بشكل واضح ومباشر في الميكروفون. لا تتحدث قريبا جدا أو بعيدا من الميكروفون، يعني خليك على مسافة تقريبا من 15 إلى 30 سنتيمتر بينك وبين الميكروفون. بعض أعضاء التدريس ما شاء الله تحس أنه داخل في الميكروفون، يعني بيأكل الميكروفون أكل، فحتى أنه نفسه يطلع بشكل واضح عند الطلاب، يعني حتى لو يعني كح الصوت يكون عالي جدا. فحاول أن الميكروفون يكون لا قريب ولا بعيد، يعني يكون على مسافة مسطرة، يعني شايفين المسطرة 30 سنتي، يعني خلها في المسافة هذه على أساس النفس برضو حقك ما يطلع بشكل واضح. لو لا سمح الله يعني كحيت ولا شيء ما يكون مزعج بالنسبة للطلاب، ما يظهر في التسجيل، مع أنه ممكن في التسجيل تمسح هذه الأشياء. اضبط إعدادات التسجيل والتصدير الخاصة بالكاميرا اللي خاصة بنسبة العرض والارتفاع، وحاول أن دقة الفيديو لا تقل عن 720 لكي تكون واضحة بشكل جيد للطلاب. إعداد بيئة التصوير الخاصة بك في المنزل، يعني حاول أن تجهز لك مكان غرفة للتسجيل. الغرفة هذه حاول أنك تبتعد عن الغرف اللي على الشارع، الغرف اللي على الشارع غالبا تكون مزعجة، يعني أصوات السيارات، واحد دق بوري، واحد صيح ولا شيء. يعني أذكر من المرات كنت يعني أسمع لدرس تعليمي، يعني محاضرة في مجال الذكاء الاصطناعي متخصصة يعني برمجية بحتة، يعني فأثناء التسجيل، طبعا هذا ما شاء الله المحاضر اللي سجل عنده فيديوهات كثيرة ما شاء الله في القناة، فواحدة من المحاضرات اللي قاعد يسجل فيها يعني أكرمكم الله يعني طلع صوت كلب وهو يسجل، يعني وللأسف أنه شكله ما انتبه وما حذف الصوت الكلب، يعني أجاركم الله وعز الله الملائكة والسامعين. فمهم جدا أنك يعني تكون في غرفة بعيدة عن الشارع، تكون يعني في وسط المنزل، تكون غالبا غرفة صغيرة، تشوف أصغر غرفة في البيت يكون فيها أثاث كثير، يكون فيها ستائر غالبا، لأن الغرفة الوسيعة الكبيرة قد يكون فيها صدى، قد يكون فيها يعني إزعاج نوعا ما. الإضاءة، إذا عندك إضاءة حاول أنها تكون من الأمام أو الجنب، يعني لا تحط الإضاءة عندك من خلف. لو عندك إضاءة مثلا أباجورة مثلا، ممكن من الأباجورات اللي واقفة هذه، ممكن أنك تخلي الإضاءة عندك من الأمام وليس من الخلف. بالنسبة للكاميرا يجب أن تكون صورتك في المنتصف، يعني لا تخليها يعني فوق ولا تحت، ولا تكون بعيد جدا عن الكاميرا ولا قريب جدا من الكاميرا. بعض أعضاء التدريس اللي يستخدمون الكاميرا مع طلابهم، خاصة يستخدمون اللابتوب، الكاميرا اللي في اللابتوب، فتحصل يعني تحصل قريب جدا من الكاميرا، فيفضل أنك تكون بعيد
عن الكاميرا نوعا ما لكي تكون صورتك في منتصف الشاشة. لا تضع الكاميرا عالية جدا فوق راسك أو أسفل وجهك، تأكد من ثبات الكاميرا أنها تكون ثابتة على حامل ثلاثي، خاصة إذا كنت تستخدم الكاميرا حق الجوال، أو ضع الكاميرا على سطح ثابت، ولا تحاول حمل الكاميرا بنفسك، يعني لا تحاول تمسك بالجوال وتصور نفسك، حاول أن يكون ثابت وجيد. تعرفون في منصة اسمها منصة يوديمي، هذه من المنصات التعليمية المشهورة في الإنترنت، عدد الطلاب اللي مسجلين فيها أكثر من 50 مليون طالب يتعلمون، أكثر من 4500 تقريبا إذا الرقم صحيح، 4500 مدرب أو عضو هيئة تدريس أو معلم شاركوا في تقديم هذه الدورات. أغلب المحاضرات اللي يسجلونها لم يتم تسجيلها في استديوهات، إنما سجلت في منازلهم. تخيل، هذه الكاميرا، هذه المنصة، وتعتبر من أنجح المنصات العالمية وغيرت مفهوم التدريب والتعليم في العالم. اسمها منصة يوديمي، وأعتقد نسبة كبيرة منكم يعرفون هذه المنصة. تعتبر منصة بكل اللغات، يعني حتى فيها أكثر من لغة، يمكن تقريبا فيها 23 لغة من ضمنها اللغة العربية، يعني حتى في أعضاء التدريس وبعض المعلمين بعض المدربين لهم دورات باللغة العربية. وتجد أن أغلب الدورات اللي فيها مسجلة، أغلب اللي سجلوها سجلوها في بيوتهم ولم يتم تسجيلها في استديوهات. طيب خلونا الآن نروح يعني بشكل عملي على برنامج الأوداسيتي ونبدأ نتعلم كيف نسجل محاضرة صوتية. طبعاً برنامج هذا الأوداسيتي أنا بنزل لكم الرابط حق التحميل حقه على الشات، اللي حاب إنه ينزله هذا هو برنامج عندكم على الشات، هذا رابط التحميل، هذا هو رابط التحميل على الشات موجود عندكم. هذا البرنامج يسمح لك تسجل صوت فقط وتحرر في الصوت اللي أنت سجلته. طيب خلونا الآن نروح على البرنامج هذا الأوداسيتي، أنا حملته طبعاً على جهازي، حروح على البرنامج. إذا حبيت أني أسجل هذه المحاضرة بشكل صوتي، اسمه أوداسيتي، أكتب في عندك في جوجل أوداسيتي وراح يطلع معاك مباشرة. هذا هو البرنامج حق التسجيل الصوتي. حروح أسوي ملف جديد، هذا ملف جديد عندي الآن، هذا هو واجهة البرنامج. طبعاً البرنامج ما شاء الله فيه خيارات كثيرة، يعني حتى تقدر تسوي فيه صدى، تعدل في الصوت، تفخم الصوت، تكبر الصوت، صغر الصوت، يعني فيه إمكانيات كثيرة، لكن أنا بشرح لكم بشكل بسيط. يعني لا تحاول أنك يعني تعقد نفسك أو تعقدي نفسك، استخدمي الأشياء البسيطة وبعدين طوري مهاراتك، طور مهاراتك في البرنامج هذا بشكل سلس. لكن خلونا الآن، هذا الآن فتحت برنامج التسجيل، عندي هنا في أيقونات، هذه أيقونة التشغيل، هذا الأيقونة الحمراء أيقونة التسجيل، حضغط على أيقونة التسجيل اللي باللون الأحمر وأبدأ أسجل المحاضرة الصوتية اللي خاصة فيني وأبدأ أتكلم. أضغط على زر التسجيل وأبدأ أتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه المحاضرة الذي سوف نتكلم فيها عن أنواع التعلم الإلكتروني. طيب، وفي نهاية هذه الدورة أو في نهاية هذه المحاضرة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أني أوقف التسجيل، أضغط على زر الإيقاف، هذا هو اللي على شكل مربع. الآن هذا هو التسجيل أمامي. حبيت أني أشغل هذا، أسمع، أستمع له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه المحاضرة التي سوف نتكلم فيها عن أنواع التعلم الإلكتروني. طيب الآن هذا البرنامج، البرنامج واضح عندكم أول شيء، خلنا نشوف الشات، البرنامج واضح يا أخوان، ها اكتبوا لي على الشات هل يظهر لكم؟ نعم واضح، ممتاز. طيب يعطيكم العافية. إذن خلاص هذا هو بكل بساطة، بكل بساطة ما في شيء، ضغطنا زر التسجيل وبدأنا نسجل. طيب والله يا الله لاحظت والله أني في عندي هنا في عندي غلطة كذا، غلطتها، كيف أحذفها؟ أروح أحط المؤشر هنا، لاحظ المؤشر كيف عندي، عندي الخط هنا يطلع المؤشر عندي هنا، أحط المؤشر ثم أسحب من بداية إلى نهاية المقطع اللي أبغى أحذفه. أصغر المقطع، هذه بحاول أقطع هذا الجزء، هذا المقطع اللي أبغى أحذفه، هذا غلطت فيه مثلا، أروح أحدده بالشكل هذا وأضغط على ديليت، بس وصلى الله وسلم انتهينا، حذفنا المقطع اللي ما نبغاه. والله عندي المقطع هذا برضو ما أبغاه، أظلله بالشكل هذا، أحدد
وأسحب لليمين، أحدد وأسحب لليمين، وأنا ضاغط على زر الماوس ما فكيته، خلاص حبيت أني أفك الماوس أرفع يدي وأضغط على زر ديليت، خلاص يحذف لي ويرجع لي المقطع زي ما كان، وبالتالي أستطيع أني أحدث أحذف أي مقطع، سواء كان في البداية في النهاية في النص في أي مكان، أراجع المقطع الصوتي كامل وأتأكد أنه بشكل جيد. خلاص بعد ما خلصت أروح أحفظ الملف، خلاص سجلت محاضرة الصوتية وبشكل كامل وانتهيت منها، أروح أحفظها. كيف أحفظها؟ أروح على ملف من هنا من فوق من أعلى الركن الأيمن العلوي، أفتح قائمة ملف، وبعدين ميزة البرنامج هذا برضو يدعم اللغة العربية، وأختار صدر. صدر طبعاً إذا حبيت أني أحفظ المشروع، إيش معنى تحفظ المشروع؟ يعني تقدر تعدل عليه لاحقاً، ممكن أحفظه أسميه، مهم جداً أنك أول شيء تحفظه كمشروع، خلاص سميه مثلاً أي اسم، مثلاً المحاضرة الأولى، وعمل حفظ، خلاص حفظته. طيب هل المشروع أقدر أرفع على البلاك بورد؟ لا، الآن ما تحول ملف صوتي، أساس أني أحول إلى ملف صوتي أروح أختار من ملف أختار صدر، لما أختار كلمة صدر تظهر عندي قائمة أنواع الملفات اللي ممكن أصدرها، ممكن أصدرها MP3 ويف و OGG، أختار أول واحد MP3 لأنه يدعم في البلاك بورد يدعم الـ MP3، إذن من ملف أختار صدر ثم أصدر الملف كـ MP3، يطلع لي مقطع صوتي كـ MP3 وأسميه المحاضرة الأولى، خلاص وأحطه مثلا في التنزيلات أو على سطح المكتب أو أي مكان في جهازي، خلاص هذه المحاضرة بحفظها هنا عندي في هذا المكان في هذا المجلد، وأضغط على زر حفظ، خلاص حسنا وانتهى الموضوع، خلاص سجلنا محاضرتنا الصوتية وانتهينا. يعني البرنامج بسيط ولا يحتاج أي تعقيد، إذا حبيت أني أحفظ أحذف سواء أي مقطع زي ما ذكرنا، أحدد بالمؤشر ثم أحدد المقطع اللي أبغى أحذفه بالشكل هذا وأضغط على ديليت وانتهى الموضوع. في هنا في عندك خيارات كثيرة جدا للتضخيم وللصدى وللأشياء، يعني تقدر تلعب فيها على كيفك، لكن أهم شيء أنك تسجل محاضرة بشكل بساطة. هذه المهارات الثانية، الأدوات الثانية ممكن تستخدمها، لكن زي ما أنتم شايفين أننا فتحنا البرنامج سجلنا حذفنا المقاطع اللي ما نبغاها صدرناها إلى MP3 وبعدين في الأخير نتعلم كيف نرفع على البلاك بورد، حنجي لها في الأخير بعد ما نخلص كمان كيف نتعلم كيف نسجل محاضرة بالباوربوينت. واضح يا أخوان البرنامج الأوداسيتي، البرنامج من فين ننزله؟ اكتب أوداسيتي من في جوجل، وأحط لكم الرابط، أنا بحط لكم الرابط على الشات، هذا هو الرابط على الشات مرة أخرى، أو انسخوا الكيو آر كود اللي موجود أمامكم. يعني بسيط البرنامج، بسيط وسهل. أنا بوقف الشات معذرة، اسمحوا لي على أساس الرابط يتمكن أعضاء التدريس منهم يحملون على أجهزتهم. هذا الرابط ممكن أحفظ الرابط ونزله بعدين على راحتك، لا تنزل الآن، بس حنا تعلمنا الآن بشكل بسيط كيف حنا نصدر البرنامج أو الملف. طلع عندنا في الأخير ملف PDF، هذا هو الملف، هفتح لكم إياه، الملف اللي حنا سجلناه، هذا هو الملف PDF اللي حنا سجلناه، نزل عندي هنا، هذا هو ملف صوتي نزل بالشكل هذا. التسجيل وأبدأ أتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه المحاضرة. هذا هو، هذا الملف نزل عندي بعدين حنتعلم كيف نرفعه على البلاك بورد بعد ما نخلص عرض الباوربوينت. طيب ممتاز، الآن انتهينا من برنامج الأوداسيتي وطلع معنا في الأخير ملف صوتي بصيغة الـ MP3، بعدين حنتعلم كيف نرفع على البلاك بورد زي ما أنا بعد ما نخلص الباوربوينت. طيب كيف أسجل لو عندي أنا عرض باوربوينت؟ أنا متأكد أنه أغلب أعضاء التدريس يستخدم الباوربوينت في تقديم محاضراته سواء في الفصول الافتراضية أو غيره، لكن هل أستطيع أني أسجل من الباوربوينت نفسه؟ نعم تستطيع بكل بساطة أنك تسجل مقطع، يطلع لك في الأخير مقطع فيديو من الباوربوينت نفسه. كيف نسوي؟ أول شيء تدخل على برنامج الباوربوينت المعروف لديكم، وتحاول أنك تنزل آخر نسخة، آخر نسخة موجودة في موقع الجامعة، تقدر تنزلها من خلال مايكي كيو، في أيقونة خاصة بالأوفيس تقريبا 365، تنزلها على جهازك، تدخل اليوزر نيم والباسورد الخاص في الجامعة، الخاص فيك في الجامعة، ثم تنزل البرنامج، حينزل لك آخر تحديث آخر إصدار البرنامج الأوفيس، وتعتبر من البرامج صراحة، برامج الأوفيس من البرامج العملاقة جدا اللي سهلت حياة الناس
في الفترة الماضية ولا زالت يعني تستخدم لها شعبية كبيرة جدا. إذن برنامج الباوربوينت نفتحه وبعدين نبدأ نجهز العروض، الشرائح موجودة عندي خلاص جاهزة بشكل جيد، ثم نبدأ نسجل هذه الشرائح من خلال في أيقونة مكتوب عليها التسجيل زي ما احنا شايفين رقم واحد. بعد ما أضغط على تسجيل حضغط على تسجيل عرض الشرائح، حتطلع لي مجموعة من الخيارات، تسجيل من الشريحة الحالية أو التسجيل من البداية. وفي الأخير بعد ما نسجل حنعمل تصدير الفيديو، حنطبق ذلك بشكل عملي. خلونا الآن نشوف نسوي فيديو جديد أو شريحة جديدة، أو حتى ممكن نطبق على نفس العرض. خلونا نطبق على نفس العرض اللي حنا موجود عندنا الآن. خليني أشوف الشات، معلش يعني في حد عنده سؤال يا أخوان قبل ما نبدأ؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نبدأ في كيف نسجل عرض باوربوينت عن طريق الشرائح؟ إذا حد عنده أي سؤال؟ طيب ما في سؤال، طيب ممتاز. خلونا الآن نطبق بشكل عملي كيف نحن نسجل عرض الباوربوينت ونحوله إلى فيديو. طيب خلوني أبدأ، استأذنكم أني أبدأ من المحاضرة من الشريحة الأولى. أبدأ أنا من الشريحة الأولى، خلاص قررت أني أبدأ أسجل هذا المقطع الفيديو اللي موجود عندنا، بس أخشى أنه يكون طويل، وخليني أحفظه باسم، لأنه إذا كان في شرائح كثيرة حيأخذ منا وقت للحفظ، فحفاظاً على وقتكم أنا راح أسجل. حنخليه بس يعني ثلاث شرائح فقط. هذا الآن حفظت واحد جديد، بعدين حنرجع لعرضنا إن شاء الله. طيب بسم الله أدخل، هذا عندي العرض الباوربوينت جاهز. طبعاً جهزت الشرائح وكل شيء تمام، وحاولت أني أستخدم الخطوط المناسبة، الألوان المناسبة المتناسقة، أضفت الصور. مهم جداً أنك تعزز يعني العرض الباوربوينت عندك بالصور، تعطي نوع من الجمالية ومن التصميم الرائع لعرضك. وفي مواقع كثيرة موجودة على الإنترنت ممكن أنك تنزل منها. لو كتبت في جوجل فري فوتو أو فري إيمج، يعني هتحصل يعني عشرات المواقع تنزل منها صور مجانية وبشكل جميل. من أشهرها موقع اسمه فري بيك، موقع اسمه فري بيك. طبعاً فيه اشتراك مجاني وفيه برسوم، لكن المجاني يغنيك ويكفيك براحة بزيادة يعني. فممكن تستخدم هذا البرنامج اسمه فري بيك، هذا الموقع بحطه لكم كذا برضو على الشات اللي حاب انه يستفيد منه. هذا موقع للصور ممكن انك تستفيد منه، فيه اشتراك برسوم وفيه المجاني، لكن المجاني يكفي، المجاني يكفي. مثلا ممكن تبغى تبحث عن اونلاين اديوكيشن مثلا، يطلع لك يعني صور جميله. يعني انا يعني عروضي اللي اقدمها لكم ترى انا اخذها اغلبها من الصور هذا اللي موجودة عندكم، هذه أغلبها صور مجانية، إلا إذا كانت هذه زي هذه الصورة يعني اللي عليها تاج، هذه لازم تشترك عندهم. واشتراك حتى هم السنوي يعني أعتقد أنه بسيط جدا، يعني في السنة تقريبا يمكن $30 في السنة كاملة يعني. لكن المجاني يكفيك، يعني فيه أشياء مجانية زي هذه الصورة مثلا مجانية، تقدر تنزلها بشكل مجاني وتغنيك. سواء في عندك صور حبيت صور فيكتور يعني رسومات، أو صور فوتوغرافية يعني ممكن تعمل فلتر كمان. هذه صور فوتوغرافية زي ما احنا شايفين، وهنا صور فيكتور يعني على شكل رسومات. طيب ممتاز، خلينا نرجع الآن لعرض الباوربوينت. خلاص بسم الله نبدأ نسجل عرض الباوربوينت من خلال زي ما ذكرنا تسجيل. أفتح على زر تسجيل اللي شايفينه في أعلى الشاشة، ثم أضغط على تسجيل عرض الشرائح. في عندي التسجيل من الشريحة الحالية ولا من البداية، أختار مثلا من البداية، حبيت أن أسجل من البداية أضغط من البداية بالشكل هذا. لاحظ الآن ظهرت لي شاشة التسجيل اللي خاصة بالباوربوينت. ميزة الشاشة هذه أنه ممكن كمان فيها أدوات للتحرير أو القلم، ممكن نستخدم القلم وأحدد بالشكل هذا أو أضلل، يعني في تضليل وفي تحديد، يعني عندك قلم للكتابة وقلم للتحديد. وإذا حبيت أني أبدأ أسجل من برضو من الميزات اللي موجودة هنا، إنك إذا عندك كاميرا وتبغى الطلاب يشوفونك كمان وأنت تشرح الباوربوينت يشوفون صورتك وأنت قاعد تتكلم، تقدر تشغل الكاميرا. يعني فيها ميزة برضو إنك تقدر تشغل الكاميرا، بس أنا جهازي الآن ما عليه كاميرا، فأيقونة الكاميرا اللي موجودة في الركن الأيسر ما هي شغالة، لكن اللي شغال الآن فقط الميكروفون. طيب حبيت إني أبدأ أسجل، أضغط على الزر الأحمر اللي موجود هذا التسجيل، ويبدأ الآن التسجيل بالشكل هذا. خلاص الآن
بدأ الآن النظام يسجل وأبدأ ممكن أستخدم التظليل أو القلم زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم اليوم عن تصميم المحاضرات المسجلة، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله الساعة 8:00. ممكن تستخدم القلم أيضا في الشرح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشريحة التالية. راح نتكلم في هذه الدورة عن أنواع المحاضرات المسجلة، ونتعلم كيف نسجل محاضرة صوتية عن طريق برنامج الأوداسيتي، ثم نتعلم كيف نسجل محاضرة باستخدام عرض الباوربوينت، ونتعلم كيف نحول المحاضرة المسجلة إلى فيديو، وأيضا راح نتعلم كيف نرفعها أيضا على البلاك بورد، وأخيرا راح نتعرف على بعض النصائح وإرشادات لتسجيل المحاضرات، ثم أنتقل للشريحة من خلال السهم التالية، من خلال السهم الموجود في الأيمن هذا، ونتعرف على ما هي المحاضرة المسجلة. زي ما احنا شايفين ممكن أمسح المساحة هذه إذا كان هناك أي خلل، أستخدم الألوان بأريحية كاملة زي ما احنا شايفين بالشكل هذا. خلاص قررت أني أنهي التسجيل، خلصت الشرائح كاملة، أضغط على زر إيقاف. طبعا في عندك هنا إيقاف مؤقت، إذا حبيت أنك توقف بشكل مؤقت مثلا تشرب موية، مثلا تشرب شاهي، تشرب قهوة، وبعدين تبغى تكمل التسجيل تضغط على زر تستأنف من هنا، ثم تعيد التسجيل مرة ثانية، وآخر شيء تضغط على زر إيقاف التسجيل إذا حبيت أنك تنهي التسجيل بشكل نهائي. خلاص الآن المحاضرة عندنا مسجلة. لاحظوا الآن ظهر لي هنا في الأسفل لو شايفينه باللون سماعة، زي السماعة موجودة هنا، نزل الصوت فيها، موجود عندي هذا الشريحة الأخيرة. طبعا لاحظوا الآن نزل في كل الشريحة. طيب الآن أقفل من خلال علامة الإكس اللي موجودة في الركن العلوي الأيسر. واضح؟ ممتاز. طيب بنرسل لكم إن شاء الله. طيب أقفل الآن التسجيل من خلال علامة الإكس اللي موجودة. لاحظ الآن في عرض الباوربوينت اللي صار عندي إنه نزل مقطع صوتي في كل محاضرة مسجلة، مقطع صوتي في محاضرة مسجلة. طيب لو صار في عندي خلل أو خطأ في إحدى الشرائح، أروح أعيد تسجيل فقط الشريحة اللي صار فيها الخطأ، وهذه برضو من ميزات أنك تسجل محاضرة في الباوربوينت، إنه ما هو شرط أنك تعيد التسجيل كله من البداية للنهاية، لا، تعيد فقط الشريحة الذي صار فيها خطأ أو صار فيها خلل، ممكن تعيد التسجيل مرة أخرى للشريحة هذه فقط من خلال تروح للتسجيل زي ما ذكرنا، ثم عرض الشرائح، ثم التسجيل من الشريحة الحالية، التسجيل من الشريحة الحالية، وتسجل فقط الشريحة اللي أنت واقف عليها، ثم توقف التسجيل وتخرج من خيار التسجيل. طيب خلاص الآن سجلت أنا كل شرائح عرض الباوربوينت، أعمل أحولها الآن هذا عرض الباوربوينت إلى فيديو. كيف أحولها؟ هذه برضو من الميزات الجديدة في الباوربوينت، اللي ما عندها نسخة أوفيس الجديدة حاول أن ننزلها، لأنه احتمال أن تصدير الفيديو غير موجود في النسخ القديمة، فالتصدير فقط في النسخ الجديدة تقريبا من 2016 وأعلى. طيب نضغط على زر تصدير الفيديو، هذا هو في نفس المكان في نفس قائمة أدوات التسجيل، نضغط على تسجيل فيديو، تصدير فيديو من هنا من خلال هذا. طيب البعض يقول أنا ما عندي عرض باوربوينت، هل ممكن أستفيد من خيار التسجيل من خلال الباوربوينت؟ نعم، فيه عندك هنا لو تلاحظ فيه عندي هنا خيار تسجيل الشاشة، عندي عرض باور مثلا ملف بي دي اف، خليني أفتح ملف بي دي اف كذا بشكل سريع، هذا ملف بي دي اف عندي الآن، لو حبيت أني أسجل فيه عن طريق الباوربوينت. خلاص الآن فتحت البي دي اف، هذا هو عندي، هذا ملف البي دي اف. أروح بدل ما أختار تسجيل عرض الشرائح أختار تسجيل الشاشة، تسجيل الشاشة هذا هو. لاحظ الآن نزل لي عرض الباوربوينت ويقول لي الآن حدد لي مكان التسجيل. لاحظ الآن راح أحدد مكان التسجيل، هذا هو أو المساحة اللي راح أسجلها فقط، يعني حتى ما هو شرط أني أظهر سطح المكتب، لا. خلاص حبيت أني أبدأ أسجل أضغط على زر التسجيل، هذا هو اللي موجود في الأعلى باللون الأحمر. واضح يا أخوان وأخوات؟ ها واضح للآن؟ أنا قاعد أشرح الآن. 2013 ما أعتقد موجود الميزة فيه، فعندك الآن تقدر تنزل الأوفيس مجاناً من الجامعة، مجاناً يا جماعة الخير، البرنامج قيمته غالية في الإنترنت، تقدر تنزله مجاناً من موقع الجامعة، عندك حساب في الجامعة سواء كنت في جامعة الملك خالد أو في غيرها من الجامعات. طيب خلينا الآن نبدأ نسجل. طبعاً هذا الخيار إذا حبيت أنك تسجل فيديو،
تضغط على التسجيل. طيب الآن هو الآن قاعد يسجل الآن، هبدأ أسجل الآن عرض البي دي اف اللي أمامي بالشكل هذا، وأتكلم عن طريقة الوصول للقاعة الافتراضية، ثم الخطوة الأولى نبدأ نسجل عن طريق نموذج التسجيل، ثم حيجينا بريد إلكتروني وهكذا. خلاص أقفل التسجيل الآن، أطلع فوق، أطلع فوق على أساس تظهر الخيارات، لاحظوا حط الماوس فوق في أعلى الشاشة تظهر لي خيارات الإيقاف، ثم في عندي إيقاف مؤقت وفي إيقاف نهائي، حبيت أن أوقف نهائي أضغط على المربع هذا للإيقاف النهائي. خلاص الآن لو تلاحظوا نزلت عندي شريحة جديدة فيها مقطع فيديو، لاحظوا. طيب الآن هو الآن قاعد يسجل، أسجل الآن عرض البي دي اف الأمامي بالشكل هذا، وأتكلم عن طريقة الوصول للقاعة الافتراضية، ثم إذن الشريحة طريقة التسجيل الثانية هذا إذا حبيت أنك تسجل الشاشة، إذا عندك برنامج غير الباوربوينت، عندك ملف بي دي اف، ملف وورد، برنامج الإكسل، أي نوع من أنواع الملفات الأخرى غير الباوربوينت. لكن لو حبيت أنك تكتفي بالعرض اللي حنا سجلناه قبل شوية في الباوربوينت، خلاص تعمل في الأخير تصدير الفيديو من خلال هذه الأيقونة، تصدير إلى فيديو. تطلع لك هنا خيارات الجودة، طبعا يفضل أن تكون لا تقل عن 1080 بكسل على أساس تكون بجودة يعني عالية. ممكن إذا كان عندك تبغى بجودة أقل ممكن تختار 720، خاصة إذا كان مدتها طويلة وفيها شرائح كثيرة، لكن إذا كان عدد الشرائح معقول ممكن تستخدم هذه. ثم تضغط على زر إنشاء فيديو، زر إنشاء فيديو، يبدأ الآن يقول لك تحفظ الملف، تحدد مكان الحفظ وتعمل حفظ. لاحظ الآن في الأسفل، في أسفل العرض الباوربوينت عندي بدأ الآن يحول العرض البي دي اف إلى أو عرض الباوربوينت إلى ملف فيديو. هياخذ منك وقت إذا كان عندك يعني خليه يعني روح أشرب لك فنجان قهوة فنجان شاهي إلين يخلص على حسب مدة التسجيل، إذا كانت مثلاً 10 دقائق ربع ساعة، يعني يفضل أن المحاضرات لا تتجاوز ربع ساعة، المحاضرات المسجلة يجب أن لا تتجاوز ربع ساعة بالكثير. إذا كان عندك محاضرة طويلة وفيها عناصر كثيرة جزئها إلى أجزاء، يعني الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث، جزئها لكي ما تكون طويلة. الطالب لو شاف المحاضرة مدتها ساعة ما راح يشوفها، لكن لما يشوف محاضرة فيديو مدتها ربع ساعة 10 دقائق راح يستطيع أن يدخل على الجزء المحاضرة. لو كانت المحاضرة مجزئة إلى عناصر أفضل، يعني عناصر الدورة، مثلا عندنا هذه الدورة مثلا يكون فيه فيديو لتسجيل محاضرة صوتية، وفيديو لمحاضرة الباوربوينت، وفيديو خاص برفع المحاضرات المسجلة على البلاك بورد، يكون عندي 3 فيديوهات، يكون كل فيديو له اسم معين يكون أفضل. فإذا كانت عندك المحاضرة طويلة قسمها إلى عناصر وسمي كل فيديو باسم المحاضرة، سمي كل فيديو باسم العنصر عفوا، لكي الطالب يروح للعنصر اللي يبغاه من المحاضرة، يمكن ما يحتاج يشوف المحاضرة كاملة، هو فاهم المحاضرة يمكن يحتاج جزء فقط منها يعيده فيروح على العنصر أو الجزء اللي خاص بالشيء اللي ما هو فاهمه. لاحظ الآن بدأ يعني على وشك أنه يكمل، يعني تقريبا بقي له يمكن نصف الدقيقة ويكمل إن شاء الله بإذن الله، ونتعلم بعدها كيف إن حنا نرفع هذا الملف الفيديو. خلص الآن، خلص الآن وموجود عندي هنا، هذا هو الملف الفيديو ظهر عندي بالشكل هذا، تصميم المحاضرات المسجلة 33. أضغط الآن الملف الفيديو، هذا هو الفيديو يا اخوان واخوات اللي طلع بنا من الباوربوينت. اللي يشوفه الان يقول ما هو باوربوينت، يعني يقول لك انك منتج فيديو يعني. لاحظوا حتى التأشير يطلع معاك، يظهر التأشير، يسجل التأشير اللي سويته كامل يظهر. هذا الفيديو طلع عندنا في الاخير، حتى الملف الشريحة الاخيرة اللي كان على شكل فيديو سجل. خلاص أقفل الآن العرض الباوربوينت، وتعلمنا بهذه الطريقة كيف إن إحنا نحول العرض الباوربوينت عندنا إلى فيديو بكل بساطة. أنا حاولت إني واضح، أعتقد إنها سهلة وما فيها مشكلة. ممكن تعيد الخطوة هذه، خطوة إيش اللي تحويل إلى فيديو؟ تروح زي ما ذكرنا بعد ما تسجل محاضراتك تروح تعمل تصدير إلى فيديو وتعمل إنشاء الفيديو وتنتظر عليه، يعني على حسب حجم أو مدة هذه العرض اللي سجلته، يعني كل ما كان مدة أطول كل ما احتاج إنه يأخذ وقت،
لذلك انتظر عليه، اصبر عليه، بعد ما تعمل تصدير الى فيديو اصبر عليه لين يكمل المؤشر اللي كان ظاهر عندنا هنا في الاسفل. لو تذكرون المؤشر كان يطلع هنا، انتظر عليه لين يكمل وبعدين افتح الفيديو. بعضهم يقول انا حفظت الفيديو بس اضغط على الفيديو ما يفتح معايا، لانه اصلا لسه ما قد كمل يحوله الى فيديو. فانت انتظر عليه لين يتم التحميل ويختفي أيقونة الحفظ اللي كانت تمشي هنا في الأسفل، وتستطيع بعد ذلك أنك تحمل هذا الفيديو. طيب، المحاضرة مسجلة وإن شاء الله راح نرسل لكم التسجيل بإذن الله على إيميلاتكم، فإن شاء الله بإذن الله تقدرون ترجعونها وتعيدونها مرة أخرى. طيب، نعم مسجلة وراح نرسلها لكم بإذن الله. طيب، الآن عرفنا كيف نسجل محاضرة صوتية وحولناه إلى ملف MP3، وعرفنا كيف نحول الباوربوينت إلى ملف فيديو. الآن كيف نحمل الثنتين إلى البلاك بورد؟ نتوجه مباشرة إلى البلاك بورد وندخل على أحد المقررات. بسم الله، الإصدار الأخير اللي موجود اللي هو 365 يا دكتورة فاطمة، ادخلي على موقع الجامعة بتحصلي موجود أوفيس 365، احذفي الأوفيس القديم اللي عندك ونزلي الأوفيس الجديد. طيب، ندخل الآن على أحد المقررات اللي عندنا وأروح على صفحة المحاضرات. طبعاً يفضل عندي يكون عندي مجلدات، مجلد المحاضرة الأولى، مجلد المحاضرة، يفضل إني أنشئ محاضرة أو أنشئ مجلد، أنشئ مجلد، أروح إنشاء محتوى. طبعاً ممكن أنزل الملف هنا مباشرة، لكن الأفضل إنك إيش تسوي، تنشئ مجلد، مجلد المحتوى، وتسميه المحاضرات المسجلة، المحاضرات المسجلة، وتضغط على زر إرسال. خلاص انشأنا مجلد عندنا وسميناه المحاضرة المسجلة، على أساس أحط فيه كل المحاضرات المسجلة، سواء كسجلت عن طريق الباوربوينت، سواء سجلت عن طريق الأوداسيتي، سواء سجلت عن طريق الفصول الافتراضية وحطيت لهم الروابط بعدين هنا في هذا المكان. يفضل أن هذا كنوع من التنظيم في صفحة المحاضرات. طيب، بعد ما أنا أنشأت المجلد، دخلت داخل المجلد هذا، أروح إنشاء محتوى وأختار فيديو. لا عفوا، هنبدأ بالصوت أول شيء، المحاضرة الصوتية اللي احنا سويناها قبل شوية عن طريق برنامج الهودا سيتي. أختار إنشاء محتوى ثم أختار صوت، صوت أسميه المحاضرة الصوتية، أو طبعا يفضل أنك تحط اسمها الحقيقي. وبعدين تختار استعراض جهاز الكمبيوتر، وتروح تجيب الملف الصوتي من المكان اللي حفظته على جهازك. هذا هو الملف الصوتي، نعم هذا هو، أحدده وأضغط على أوبن أو فتح. خلاص نزل عندي المحاضرة الصوتية، لو تلاحظوا بصيغة الـ MP3، صيغة الـ MP3. من هنا خيارات هذه خليها زي ما هي، لا تعدل فيها، أضغط على زر إرسال. خلاص الآن لاحظوا هذه المحاضرة الصوتية، الطالب يقدرون يشغلون المحاضرة الصوتية من هنا مباشرة في نفس صفحة البلاك بورد. عن أنواع التعلم الإلكتروني وفي نهاية هذه الدورة وفي نهاية هذا خلاص، هذه إذا تعلمنا كيف ننزل المحاضرة الصوتية، أعتقد إنها سهلة وما فيها شيء. أعيد طيب أعيد ولا يهمك دكتور. قلنا الآن نروح ندخل على صفحة المحاضرات، طبعاً قلنا ممكن عن طريق صفحة المحاضرات تضع إنشاء محتوى وتنزل الصوت، لكن قلنا ممكن من باب التنظيم إنك تنشئ مجلد، تروح إنشاء محتوى وتنشئ مجلد المحتوى وتسميه المحاضرات المسجلة، يطلع لك ملف مجلد أصفر بالشكل هذا. بعدين ندخل على العنوان، على عنوان المجلد نضغط عليه ونروح على إنشاء محتوى ونختار من إنشاء المحتوى صوت، ونروح نجيب الملف الصوتي، نسمي العنوان، عنوان المحاضرة الصوتية نسميها، نحط العنوان، ثم نروح استعراض جهاز الكمبيوتر ونجيب الملف الصوتي اللي حفظناه من أي مكان على الكمبيوتر حفظناه، سواء سطح المكتب أو المستندات أو أي مجلد، وبعدين نضغط على أوبن أو فتح، ينزل عندنا الملف بالشكل هذا، ونضغط على زر إرسال يطلع عندنا بالشكل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الخطوة الأولى، تعلمنا كيف إن حنا ننزل ملف صوتي أو المحاضرة الصوتية. طيب، ملف الفيديو اللي طلع من الباوربوينت كيف ننزله؟ بنفس الفكرة، أروح إنشاء المحتوى وأروح بدل ما أختار صوت أختار فيديو، بدل صوت أختار فيديو، أختار فيديو الآن وأروح أسمي المحاضرة، وأروح استعراض جهاز الكمبيوتر، أجيبه من جهاز الكمبيوتر عندي، سواء من سطح المكتب، من المكان اللي حفظت فيه،
هذا هو تصميم المحاضرات المسجلة 33، أحدده بالشكل هذا وأضغط على Open أو فتح. نزل عندي بالشكل هذا، نوع الملف MP4 يدعمه في البلاكبورد، ممتاز. خلي الخيارات هذه لا تعدلها، ما يحتاج أنك تخليها بإعدادات الافتراضية. اضغط على زر إرسال. طبعا في عندك هنا زر معاينة إذا حبيت أنك تشوفها قبل ما تنزل على الصفحة. لما تنفذ هذه الخطوة تصبر عليه شوية على أساس أنه ينزل معك، وفي الأخير تضغط على زر إرسال. لاحظوا الآن ظهرت عندي المحاضرة بالشكل هذا، والطالب يقدر يشغل الفيديو مباشرة في صفحة المحاضرات المسجلة. ممكن يكبر، طالب يكبرها، ممكن يرجع، ممكن كمان ينزلها. يعني هذه برضو هنا ميزة، ممكن ينزل الطالب المحاضرة على جهازه ويستطيع أنه يسمعها في أي وقت حتى بدون الحاجة إلى الإنترنت. واضح يا شباب، واضح يا أخوائي أخوات. طيب ولا يهمكم، بكرة إن شاء الله بإذن الله ما ينتهي دوام الخميس إلا وتجدوها في إيميلاتكم المحاضرة مسجلة. صح أن أنا سريع صراحة شوية، بس أنا على أساس الوقت ما ودي أطول عليكم، لأني صراحة دائما أطول عليكم، فقلت الليلة لا خليني ألتزم اليوم بالوقت. لكن الموضوع سهل يعني بسيط، يعني ما فيها شيء. يعني الآن تعلمنا كيف ننزل محاضرة صوتية، تعلمنا كيف نسجل باوربوينت ونحوله إلى فيديو، يعني زي الحلاوة. بس اللهم أنت يحتاج لك تصميم كده شوية، تختار الخطوط الجيدة، الألوان المناسبة، الصور المناسبة، يطلع معاك عرض يعني زي الحلاوة. أعطيكم العافية، ننتقل نرجع إلى العرض حقنا ونشوف ماذا تبقى لنا في هذه الليلة. تقريبا حنا يعني خلصنا، حققنا أغلب أهداف دورتنا الليلة، وخلينا نرجع نشوف إيش باقي معنا من شرائح في عرضنا. تعلمنا كيف نرفع البلاك بورد والأمور طيبة. هذه طريقة تحميل برامج الأوفيس من موقع الجامعة اللي سألتنا الدكتورة كيف أنزلها. تدخل على حسابك دكتورة في موقع الجامعة، ثم تروحي على مكتوب هنا أوفيس باللون الأحمر، أوفيس 365 تنزلينها وحينزلك آخر إصدار. طبعا تنزلي برنامج حينزل في برامج كثيرة، بس أنت تركز على برامج الأوفيس اللي هي الوورد والباوربوينت والإكسل، حزمة الأوفيس الأساسية. طيب على اساس احنا نبدا في زي ما احنا يفضل زي ما قلنا ان المحاضره المسجله لا تتجاوز 15 دقيقه، واذا كانت طويله قلنا اذا كان عندك عناصر كثيره جزئها الى اجزاء او الى فيديوهات قصيره لا تتجاوز 10 دقائق الى 15 دقيقه. فكيف تبدا السيناريو المحاضره او المحاضره المسجله؟ يعني اول ما تبدا، اول 15 ثانيه، اول نص دقيقه، اول دقيقه تكون في مقدمه مختصره تشير فيها بايجاز الى اسمك والدرجه العلميه وموضوع المحاضره، كما يمكنك ايضا تضمين التاريخ والوقت. يعني التاريخ صراحه ما يفضل في المحاضرات المسجله، اذا كان مناسبا اخبر الطلاب عن كيفيه ارتباط هذا الموضوع بالمقرر، او كيفيه ارتباط هذا المحاضره بالمحاضره السابقه وغيرها. من الدقيقة الأولى إلى 3 دقائق تعطيهم نظرة عامة شاملة عن الموضوع، مثلا ذكر إحصائيات تتعلق بالموضوع، اقتباس، قصة قصيرة تجذب انتباه الطلاب لها، توفير نظرة عامة حول الموضوع وسبب أهميته للطالب، وبإمكانك أيضا ربط الموضوع بما يعرفه الطالب سابقا وغيرها. بعدين تبدأ تدخل في صلب الموضوع في من خلال من 5 إلى 10 دقائق يعني تغطي فيها الموضوع الرئيسي للمحاضرة، أو الجزء من الأول إذا كانت عناصرها كثيرة، أو الجزء اللي يغطي هذه الموضوع الرئيسي للمحاضرة. هذا هو التوزيع اللي تبدأ فيه غالبا في كل المحاضرات، خاصة المحاضرة الأولى. إذا كانت المحاضرة الأولى يعني ليس من الجيد أنه في كل فيديو، خاصة إذا كانت عناصر، إذا كانت أجزاء، أنك تذكر اسمك في كل محاضرة. يمكن أول محاضرة يكون فيها تعريف باسمك بدرجة علمية، ثم على طول ممكن تبدأ من الخطوة الثانية مباشرة في الفيديوهات القادمة أو المحاضرات المسجلة التي تليها. هذه مواقع العرض، هذه مواقع ممكن تفيدكم، عبارة عن عروض تقديمية جاهزة، عبارة عن قوالب جاهزة باوربوينت، عبارة عن أيقونات، عن صور. هذه برضو برسلها لكم، العرض هذا الباوربوينت راح أرسله لكم إن شاء الله، تقدرون تضغطون على أي رابط وتستفيدون من العناصر اللي موجودة فيها، سواء كان صور، أيقونات، خطوط، قوالب باوربوينت جاهزة تعدلوا فيها فقط، ممكن تستفيدوا من هذه المواقع، راح أرسلها لكم إن شاء الله بشكل في نهاية الدورة أو في اليوم الثاني بإذن الله غدا.
طيب عندنا آخر شيء، نصائح وإرشادات عامة لتسجيل المحاضرات. حضر المحتوى المحاضرة بشكل جيد، مدة التسجيل الفيديو زي ما ذكرنا أنه لا يزيد عن 15 دقيقة، قسم المحاضرة الطويلة إلى أجزاء، تحدث بحماس وتفاعل، يعني خلاص حاول تكون في المحاضرات المسجلة متفاعل أكثر من أمام الطلاب. حافظ على مهارات الإلقاء العامة من ناحية رفع الصوت، خفض الصوت، نبرات الصوت وغيرها. استخدم لغة الجسد حتى لو الطلاب ما يشوفونك، يعني الآن لو في كاميرا الآن قاعدة تشوفوني، قاعد أنا يعني أتحرك، يعني يدي تتحرك، عيوني مثلا أغير النظرات وأغير النبرات الصوت من وقت إلى آخر. استخدم لغة الجسد، ليش؟ لأن لغة الجسد حتى والطلاب ما يشوفوني لها أثر كبير على الإلقاء. لغة الجسد لها فعلا أثر كبير على الإلقاء. لما تبغى تؤكد على كلمة معينة تحس أنك قاعد تمسك يدك بقوة. أكد على النقاط الهامة في المحاضرة، لخص ما قلته في آخر المحاضرة، توقع أسئلة الطلاب، يعني لو في عندك عنصر معين أو في سؤال معين تتوقع أن الطلاب ممكن يسألون في النقطة هذه، ممكن أثناء أنت قاعد تسجل المحاضرة أتوقع أنه في هذه النقطة راح يكون هناك يعني أسئلة من بعضكم، فأنا ممكن أشرحها لكم بالطريقة، ثم تشرح هذا السؤال أو تطرح هذا السؤال ثم تجيب عليه. راجع التسجيل قبل النشر، قبل ما تنشره على البلاك بورد، تأكد شوفه من البداية إلى النهاية قبل ما ترفعه، ثم ممكن أنك تأخذ آراء الطلاب حول المحاضرات المسجلة، ترسل لهم مثلاً استبيان عن طريق البلاك بورد أو عن طريق إيميلاتهم، عن طريق جوجل فورم، ترسل لهم استبيان مثلاً ما رأيكم في هذه المحاضرات المسجلة، ما هي انطباعاتكم، ما هي ملاحظاتكم، على أساس أنك تحدث وتطور باستمرار. أنا انتهيت تقريباً من الدورة، الله يعطيكم العافية، والحمد لله أني أنا التزمت بموعد المحاضرة يعني قبلها حتى بربع ساعة لكي نتمكن من الإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم. التسجيل، لا تنسوا التسجيل عن طريق نظام إدارة التدريب اللي خاص بجامعة الملك خالد اللي أنتم تعرفونه، اللي عن طريق نصدر الشهادات اللي هو mt.kku.edu.sa. ولا تنسوا تقيموا الدورة، تقييم الدورة هذا مهم بالنسبة لنا، يساعدنا على التطوير، على التحسين، إذا في ملاحظات نعدلها. سيتم إصدار الشهادات خلال الأسبوع بإذن الله. ما حد يجيني بكرة يقول يا دكتور أستاذ محمد ما وصل لي الشهادة، اصبر علينا يعني اسبوع كذا ان شاء الله باذن الله بالكثير، اذا ما وصلت خلال اسبوع ان شاء الله بعدين ممكن تتواصل معه وترسلنا ايميل، لكن باذن الله راح تصلكم يعني قبل الموعد هذا باذن الله. لكن كما تعلمون عندنا يعني ضغط في الفتره الحاليه، ونسال الله لنا ولكم الاعانه والتسديد. احب اني انوه على نقطه بالنسبه يعني يكلمون فيها الزملاء والزميلات في الدعم الفني بخصوص المحاضرات المسجله في الفصول الافتراضيه، اللي يسجلون محاضراتهم في الفصول الافتراضيه وكيف ينقلها على شعبه اخرى، وبعض الاشكاليات اللي تواجه اعضاء التدريس في هذا الموضوع. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم. خلوني بس اشرح لكم كيف بالنسبه اذا عندي محاضره مسجله في الفصول الافتراضية وكيف أنقلها إلى شعبة أخرى. أروح على أحد المقررات اللي عندي مثلاً، عفواً، بروح على أحد المقررات اللي فيها محاضرة مسجلة، أروح أول خطوة على أساس أنقل محاضرة مسجلة إلى شعبة أخرى في الفصول الافتراضية، أول شيء ما أروح أنسخ رابط المحاضرة المباشرة، يعني لو كان عندي محاضرة مباشرة هنا يعني ما أروح على الجلسات السابقة مثلاً، أروح على كل الجلسات السابقة وأروح أنسخ لهم المحاضرة من هنا وأعمل نسخ. لا خطأ، هذا أول شيء نسخ رابط ضيف يعني سابقة، لا لازم أول شيء أول خطوة أروح على المحاضرات المسجلة، أروح على المحاضرات المسجلة. كيف أروح على المحاضرات المسجلة؟ من خلال هذه الثلاث خطوط، أيقونة القائمة اللي موجودة في أعلى الشاشة اللي في الشريط الأسود هذا اللي احنا شايفينه، قائمة الفصل الافتراضي، أضغط عليه تظهر قائمة ثم أذهب إلى التسجيلات. هذه الآن ظهرت عندي كل التسجيلات اللي سجلتها خلال الفترة الماضية. طبعاً هذه التسجيلات الحديثة، إذا حبيت أن أطلع كل التسجيلات السابقة أختار التسجيلات الموجودة في نطاق وأحط التاريخ قديم مثلاً من الشهر اللي راح، عادي ما في مشكلة، يطلع لي كل الأيقو أو المحاضرات السابقة. لاحظ الآن طلع لي كل المحاضرات حتى يمكن من السنة الماضية، طلعها لي مسجلة هنا في هذا المكان. طيب إذا حبيت أني أنسخ هذه المحاضرة المسجلة، طبعا طلاب المقرر هذا، طلاب الشعبة هذه أو طلاب المقرر هذا يقدرون يدخلون مباشرة من هنا بنفس الطريقة، يروحون على التسجيلات
يحصلونها هنا بالشكل هذا ويضغط على المشاهد الآن ويشغل المحاضرة مباشرة. طيب الشعبة الثانية كيف أسويها؟ أضغط على أيقونة خيارات التسجيل اللي موجودة في أقصى اليسار، هذه هي شايفينها في أقصى اليسار الشاشة، هذه هذا اسم المحاضرة، أروح أقصى اليسار في دائرة فيها ثلاث نقاط خيارات التسجيل، أضغط عليها ثم أختار نسخ الرابط. ولكن ولكن هذه ولكن مهمة، قبل ما تضغط على نسخ الرابط تأكد من إعدادات التسجيل، اضغط على إعدادات التسجيل هذه على شكل قلم وتأكد أنه الوصول العام عليه صح، السماح بالوصول العام، لأنه إذا ما كان عليها علامة صح لو وديت هذا الرابط إلى شعبة ثانية ما يقدرون يفتحونه، لذلك تأكد أنه الوصول العام عليه علامة صح، هذه نقطة. ثم اضغط على حفظ، نرجع مرة ثانية، أروح للقائمة خيارات التسجيل، أفتح القائمة ثم خلاص تأكدت من إعداد التسجيل، أروح على نسخ الرابط، نسخ رابط هذه المحاضرة المسجلة. طبعا النظام ينسخها لي بشكل تلقائي، لكن لو حبيت من باب التأكيد ممكن أضغط كنترول سي، كنترول سي من لوحة المفاتيح. ثم أنتقل إلى الشعبة الثانية، أروح للشعبة الثانية مثلا هذه الشعبة، وأروح على صفحة المحاضرات، ثم أنشئ مجلد وأسميه المحاضرات المسجلة زي ما حنا سوينا قبل شوية، أروح المحاضرات المسجلة وأروح على إنشاء محتوى، إنشاء محتوى، ثم أختار ارتباط الويب. ليش ارتباط الويب؟ لأنه عبارة عن رابط إلكتروني، رابط موقع إلكتروني، صفحة كأنه صفحة في الإنترنت، أختار ارتباط الويب ثم أسميها المحاضرة المسجلة. طبعا يفضل انها يكون ايش الاسم الحقيقي لها، الاسم الوصفي. ثم في اليو ار ال هنا احط الرابط، احط المؤشر هنا في اليو ار ال واضغط بالزر الايمن للماوس ثم اختار لصق، او من لوحة المفاتيح كنترول في، كنترول في. طيب خلاص الان اضغط على زر ارسال، خلاص الان الشعبة هذه يستطيعون انهم يضغطون على الرابط حق المحاضرة المسجلة ويفتح معهم المحاضرة بشكل جيد ويشغلونها بنفس الطريقة. أسويها للشعبة الثانية والثالثة إذا كان في أكثر من شعبة ويستطيعون الطلاب يشغلونها مباشرة بالشكل هذا. واضح يا أخواني يا أخوات كيف إن ننسخ محاضرة مسجلة في الفصول الافتراضية إلى شعبة أخرى؟ الله يعطيك العافية، شكرا لكم دكتور داود والأخوة والأخوات. إذا حد عنده أي سؤال أي استفسار، تقريبا هذه النقاط اللي حبيت أني أعرج عليها في موضوع تسجيل المحاضرة المسجلة. أتوقع الآن أصبحت الآن لديكم المهارة أنكم تسجلون محاضرة بأبسط الطرق، حبينا أن حنا نسهل عليكم الموضوع بأبسط البرامج. هناك برامج كثيرة لتسجيل المحاضرات ولكنها برامج في الغالب أنها تكون برامج مدفوعة ويعني صعبة الاستخدام، لكن حنا جبنا لكم من البرامج اللي انتم تمارسونها، يعني الباوربوينت تقدر تنزلها مجانا من الانترنت، برنامج الاوداسيتي مجانا اوبن سورس مفتوح تقدر تنزله وتحمله على جهازك، وتعلمنا كيف تسجل محاضرة صوتية بكل بساطة بدون اي تعقيد وتحرر فيها وتعدل ببساطة. طبعا استخدام السبورة في الفصل الافتراضي لأفضل استخدام لها أن يكون عندك يا دكتورة القلم، القلم اللي خاص بالكتابة على السبورة، أو إذا كان عندك جهاز أو عندك جهاز آيباد أو تابلت، ما هو شرط آيباد، أي جهاز تابلت، ممكن حتى تكتب بإصبع اليد. يعني عندك الآن مثلا لو دخلنا على أحد الفصول الافتراضية، طبعا إخوة وأخوات المحاضرة انتهت أو الدورة انتهت، اللي حاب أنه يغادر فلا مانع، يعني أشكركم على حضوركم والله يعطيكم العافية، في اللي حاب أنه يغادر القاعة فبراحته، اللي حاب أنه يبقى معانا ويستفيد من أسئلة المداخلين والمداخلات فلا مانع أنه يبقى، يعني أنا راح إن شاء الله أحاول أجاب على كل الأسئلة، لكن اللي حاب أنه يغادر فلا مانع. طيب لا تنسوا التقييم بالله يا أخوان، معلش أنا نسيت ما أرسل لكم التقييم بالله قبل ما أجاوب عليك يا دكتورة، خليني بس أرسل لكم رابط التقييم على الشات لأنه تقييمكم صراحة يهمنا، الرابط هذا موجود على الشات، هذا هو. أنا بوقف الشات لنص دقيقة كده، كيف أستخدم السبورة في اللابتوب، نفس الاستخدام، أهم شيء يكون عندك، لو كان عندك في جهاز يسموه جهاز الكتابة، أعتقد اسمه بامبو، بامبو هذا جهاز زي الكتابة على القلم
ممكن انه يعني اذا كان متوفر عندكم يكون افضل، لان الكتابه بالماوس قد تكون نوعا ما صعبه. هذا هو رابط التقييم موجود عندكم على الشات، كرما منكم تشاركون في هذا التقييم. ولا تنسوا تسجلوا برضه في الدوره من خلال رابط التدريب، نظام التدريب. هذا هو رابط التدريب برضه بحط لكم على الشات، اللي هو mt.kku.edu.sa، هذا موجود عندكم على الشات برضه. طيب راح ارجع على السؤال الدكتوره اللي كيف تستخدم السبوره. نروح ننشئ جلسه فصل افتراضي كذا بشكل سريع. راح افتح الشات مره اخرى، انشاء جلسه اسميها مثلا اي اسم بشكل سريع، نضغط انشاء ثم حفظ. طيب الان انضم للجلسه، هذا خيار بدء التسجيل يذكرني. افتح لوحه التعاون اول شيء بالشكل هذا، ثم اروح على مشاركه المحتوى، ثم اختار مشاركه لوح معلومات فارغ. عندي هذه ادوات ممكن اني استخدمها، عندي القلم وعندي الالوان، ممكن استخدم الالوان الموجوده، وممكن اكتب كتابه نصيه اذا حبيت اني اكتب كتابه نصيه مباشرة بالشكل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ممكن أكتب بالشكل هذا، ممكن أكبر أصغر إذا حبيت أني أكتب على شكل عناصر. ممكن أكتب هنا مثلا العنصر الأول ثم العنصر الثاني وهكذا. طبعا التحريك من خلال التحديد السهم، حبيت اني احرك عنصر انتقل للسهم هذا واحدد بالشكل هذا، واكبر برضه نفس الطريقه، ممكن حتى اميله احطه في اي مكان. طيب حبيت اني اكتب بالقلم، ممكن اكتب احتار القلم بالشكل هذا، لكن دقه القلم تكون نوعا ما يعني ضعيفه، 1 + 1 = 2. لاحظوا مثلا، او ممكن اكتب اي كلمات، احدد اظلل اي شيء، ممكن ارسم دائره، ممكن ارسم مربع مستطيل اي نوع. اذا حبيت امسح اضغط على زر مسح يمسح لي كل الاشياء اللي انا موجوده اللي موجوده عندي بالشكل هذا. هذا تقريبا بشكل مختصر كيف نستخدم السبورة. يفضل ان يكون عندك او عندك يعني الجهاز اللي خاص بالكتابة على القلم، او يسموه او عن طريق الايباد ممكن استخدم مباشرة. الان انا استخدم الماوس، الاشياء اللي انا سويتها قبل شوية باستخدام الماوس، لكن لو عندك ايباد ممكن تكتب بيدك يكون دقته افضل. ممكن اذا كان الايباد هذا له قلم او التابلت له قلم تقدر تكتب فيه بشكل افضل. اللابتوب، بعض اللابتوبات الجديدة تقدر تكتب في الشاشة ويجي معها قلم كمان، ممكن زي اجهزة مايكروسوفت سيرفس في يجي معها قلم تقدر تكتب فيه مباشرة، ممكن تكتب بيدك. فهذه كلها الامكانيات موجودة، ممكن انك تستخدميها او تستخدموها في الفصول الافتراضيه. ايوه ممتاز، سؤال مهم صراحه وما تطرقنا منه. في دكتور هنا الدكتور عمر يسال يقول احنا تعلمنا كيف نحفظ الصوت، طيب بدال الصوت هذا هل اقدر اضيف صوت؟ نعم تقدر. خلوني ارجع البرنامج، لاحظوا نروح على البرنامج هذا، ممكن احط المؤشر في اي مكان، مثلا هنا ابدا احط المؤشر في المكان اللي ابغى ابدا التسجيل فيه، ثم اسجل مره اخرى، اضغط على التسجيل مره اخرى، ثم اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام عليكم، هذا المقطع اللي خاص بالجزء اللي حذفناه، ثم اوقف التسجيل مره اخرى. لاحظوا ان المقطع يعني تم سجل في نهايه المقطع، لكن كيف ننقله الى المقطع اللي هنا في المكان هذا؟ ففي خيار انك تنقل المربع هذا كامل إلى هذا المكان. أي ممتاز جميل. إذا إيش سويت أنا يا أخوان ويا أخوات؟ خليني أرجع مرة ثانية. لاحظوا المقطع عندي سجل في الأخير، المقطع الإضافي، لكن أنا أبغى المقطع هذا اللي في الأخير ما أبغى يكون في نهاية المحاضرة، لا أنا عندي المشكلة هنا في نص المكان هذا، فأروح أحط أنسخ هذا المكان المقطع الإضافي اللي أنا أضفته، وأضغط كنترول إكس. كنترول اكس، طبعا كنترول اكس يعني ايش؟ يعني قص. كنترول اكس يعني قص، يعني يشيلها او نقل. كنترول اكس من لوحه المفاتيح،
واروح احط المؤشر في المكان اللي ابغى احط فيه هذا المقطع الجديد، لاحظوا الان، ثم اضغط كنترول في لصق. الان نزل المقطع الجديد في المكان اللي انا ابغى احطه، وبالتالي ممكن اضيف اي مقطع في اي مكان ابغاه في الملف الصوتي هذا. وبعد ما اخلص لا انسى اني اعمل حفظ للمشروع ثم تصدير كملف MP3 أساس يطلع معايا المنتج النهائي كملف صوتي MP3. يعطيكم العافية. هل ممكن شرح عمل كيفية تسيير محاضرة بالكمتازيا؟ أوه دكتور، هذا يبغى له دورة كاملة الكمتازيا. الكمتازيا برضه صراحة برنامج جميل، وبرضه أيضا سهل الاستخدام، وفي إمكانيات حلوة وإضافات ومؤثرات، وهو اللي نستخدمه حقيقة في قناة تمكين. يعني أغلب الفيديوهات اللي موجودة في قناة تمكين إحنا نستخدم فيها فعلا تسجيل برنامج عن طريق الكمتازيا. لكن الكمتازيا في خيارات كثيرة، ما هو زي الباوربوينت إمكانياتها يعني بسيطة وسهلة. الكمتازيا يحتاج له دورة مستقلة لحالة، وبرضه في الإشكالية برضه اللي فيه إنه مدفوع القيمة، يعني قيمتها غالية صراحة، ما هو رخيص. إلا إذا يعني شفت لك طريقة ثانية ما ودنا نتكلم فيها. لكن الكمتازيا موجود فيه أيضا شروحات على اليوتيوب، اللي حاب إنه يستخدمه موجود في، لو بحثت على في اليوتيوب وكتبت شرح استخدام برنامج الكمتازيا حتحصل ما شاء الله مئات الفيديوهات تشرح هذا البرنامج. لكن حنا ما كل أعضاء التدريس يعني يعرف لديهم الإمكانيات التقنية الكبيرة التي تؤهلهم أنهم يستخدمون هذه البرامج. قد يستخدمها الناس المتقدمين في مجال التقنية، قد يستخدمها الناس اللي يحتاجون أنهم ينتجون فعلا في دروس كثيرة، زي عندنا مثلا في عمالة التعليم الإلكتروني نحتاج حنا ننتج يعني دروس بشكل مستمر لأعضاء التدريس للطلاب بشكل يكون واضح وسلس بالنسبة للجميع. من الأسئلة التي وردتني في الفصول الافتراضية، بعض أعضاء التدريس لما يوقف التسجيل في الفصل الافتراضي ثم يعيد لما يسوي إيقاف مؤقت، تنقسم المحاضرة إلى جزئين أو إلى 3 أجزاء. هذه برضو إشكالية صراحة من مشاكل الفصول الافتراضية، أنه يقسم لك لو وقفت يعتبر التسجيل هذا الحالة، تسجيل عندك المحاضرة إلى 3 أجزاء، فأنت تسميها بعدين تروح على تعديل التسجيلات وتسميها الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، إذا كانت تقسمت. طيب بعضهم يقول هل إذا وقفت الميكروفون والتسجيل شغال هل بيوقف التسجيل؟ طبعا لا، ما يوقف التسجيل، حيبقى مستمر، لكن حيكون صوت فراغ، يعني صوت فاضي، يعني حيبدا يعني المؤشر يعني يمشي حق التسجيل ولكن بدون صوت. هل يوجد بهذا البرنامج ايقونه تسمح باداره سبوره بيضاء تسمح بكتابه المعادلات الرياضيه؟ بالنسبه للالترا ما في كتابه معادلات رياضيه صراحه، لكن هناك مواقع اخرى وممكن ارسلها لكم باذن الله، اضيفها لكم باذن الله. بعض السبورات اضيفها عندك في الشريحه هذه، في عندنا الشريحه اللي فيها البرامج مواقع مفيده، راح اضيف لكم السبورات الذكيه الالكترونيه اللي ممكن تستخدمها، يعني تعمل مشاركه للشاشه وتفتح اي سبوره الكترونيه موجوده على الانترنت. وفي بعض السبورات الإلكترونية تدعم المعادلات الرياضية، ممكن تستفيدوا منها خاصة اللي يدرسون في الرياضيات وفي الفيزياء وفي بعض المواد العلمية اللي فيها معادلات. يا ليت برنامج الكمتازيا ينزل في برامج الجامعة. والله ممكن إن شاء الله نطرح الموضوع هذا لإدارة تقنية المعلومات ويطرحوه من ضمن حزمة البرامج اللي تقدمها الجامعة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه التوجه الآن للتعلم الإلكتروني بشكل كبير. هل المحاضرات في الفصول الافتراضية يجب أن تكون أقل من 15 دقيقة؟ لا، ما هو شرط. إذا كانت المحاضرة عندك رسمية، فالمحاضرة الرسمية الأصل أنك تقدمها كاملة. دكتور الله يعطيكم العافية، ممكن تفيدني بخصوص تصميم في كلية الشريعة أشرح عليها، هل يوجد لها نسخة مجانية زي الأدوبي SPSS والفوتوشوب؟ جميع البرامج المجانية التي تقدمها الجامعة تجدونها في صفحة في المايكي كيو، في المايكي كيو، صفحة المايكي كيو. لو دخلتوا على الصفحة هذه في عندك هنا مكتوب، لو تلاحظوا خليني أكبر الشاشة، أنا الشات الآن علق عندي، الشات طبعا لما الأسئلة تكثر فيه يعلق للأسف، هذه صراحة ميزة غير جيدة في الزوم. لاحظوا الآن جنب الأوفيس في مكتوب My Apps يعني تطبيقاتي، أو هنا في My Apps تجد فيها كل البرامج المجانية التي تقدمها الجامعة لأعضائها التدريس.
فممكن تدخل على هذه البرامج قد تجد فيها برنامج الـ SPSS أو غيرها من البرامج الإحصائية. الفوتوشوب ما أعتقد أنه موجود من ضمنها. كيف أرجع لشريحة شرحتها بالقلم للشرح عليها مرة أخرى؟ نفس الفكرة يا دكتورة أو دكتور اللي سأل السؤال، أروح على التسجيلات، أروح تسجيل من مثلا من الشريحة الحالية، يعني التنقل بين الشرائح بالشكل هذا من اليمين ومن اليسار. حبيت أنتقل للشريحة الثانية أضغط بالشكل هذا، حبيت أرجع بالشكل هذا، التقدم لليمين، الرجوع من السهم اللي في اليسار، وأبدأ أشرح عليها مرة ثانية. إذا تم تسجيل المحاضرة كجزء واحد، فهل يمكن تقسيم الفيديوهات في الألترا إلى متعددة؟ أو حتى للأسف لا يوجد الدكتور خالد، لا يوجد تحرير محرر في الفصول الافتراضية الألترا المسجلة. كيف يمكنني تنزيل أسماء المشاركين في المحاضرات المتزامنة؟ بكل بساطة يا دكتور، تروح على المحاضرة المسجلة، عفواً المحاضرة المباشرة وليس المسجلة. التحضير يكون عن طريق المحاضرة المباشرة. خلينا الآن أدخل على المحاضرة، أحد المحاضرات. أنا بحاول أدخل على أحد المقررات، مثلاً هذا المقرر. لو دخلنا على أحد المقررات هذه ورحنا على المحاضرات الفصول الافتراضية، أروح على المحاضرة المباشرة من خلال كل الجلسات السابقة، أفتح القائمة واختار كل، مثلا عندي هذه المحاضرة أبغى أنزل الحضور فيها، أروح على المحاضرة السابقة هذه وأضغط على القائمة اللي خيارات الجلسة الموجود في أقصى اليسار، هذه هي اللي احنا شايفينها في أقصى اليسار، تظهر قائمة، ثم أختار عرض التقارير. عرض التقارير، لاحظوا عندي في المحاضرة هذه حضر تقريبا 37 طالب أو طالبة، حبيت أخذ تفاصيل أكثر أضغط على عرض التقارير. لاحظوا الآن يطلع لي تقارير كاملة عن كل طالب، عن كل طالب. طبعا هنا لو تلاحظ عدد الطلاب كثيرة، تنقل بين الصفحات التقرير بالشكل هذا. هنا يطلع لي تاريخ الجلسة ومتى عقدت، من الساعة كذا للساعة كذا، عدد الحاضرون، متوسط الوقت دخول الجلسة. وبعدين ممكن أضغط على قابل للطباعة يطلعها لي في ملف صفحة واحدة، أقدر أضغط على كنترول بي وأطبع المحاضرة أو أطبع هذه الصفحة، أو أنزلها كملف إكسل من خلال تصدير إلى CSV، تصدير إلى CSV ينزل عليه شكل ملف إكسل، أضغط عليه ينزل لي ملف إكسل، أعمل حفظ ثم أفتح ملف الإكسل هذا، يطلع لي الحضور كامل. لاحظوا هذا الاسم، أسماء الطلاب اللي حضروا معي، هنا الرقم الجامعي، وهنا مدة الحضور في الجلسة، يعني كم جلس، هذا مثلا ساعتين، هذا ساعة، هذا ساعتين، وهكذا. هذه الطريقة نستطيع أن حنا يعني نسجل أو ننزل عرض التقارير، تقارير كاملة، ما في تقارير كاملة، لكل محاضرة تقرير خاص فيها، لكل محاضرة حضور خاص فيها. هل في طريقة لحفظ الشرح على السبورة البيضاء بالقلم دون مسح الصفحة أثناء المحاضرة، بمعنى تسلسل الصفحات البيضاء بدون مسح الصفحة الكتاب الأخرى؟ والله دكتورة رشا، صراحة أعتقد أنه ما في إمكانية، المشكلة أنه لما تضغط مسح يمسح لك السبورة كاملة، وهذه برضو من الإشكاليات صراحة في الألترا، أنه لو مسحت يمسح الصفحة، يمسح كل شيء. الخيار انك تعملي صبورة بديلة، يعني عندك مثلا الباوربوينت فيه صبورة، فين الصبورة حق الباوربوينت؟ اروح افتح اضيف شريحة جديدة، خليني انا اروح على صفحة ثانية، عرض اخر، اروح على شريحة جديدة واختار صفحة فارغة فاضية، هذه صبورة الان قدامي، خلاص اعمل مشاركة للشاشة للطلاب، زي ما انا الان عامل لكم مشاركة في الزوم، اعمل مشاركة للباوربوينت مع الطلاب، وبعدين اروح احط شريحه فاضيه، ممكن احط اكثر من شريحه فاضيه، يعني ترى يعني شريحتين ثلاث اربع ما عنده مشكله، ثم اروح اعمل تسجيل. وبرضه هذه ميزه اني ممكن اسجلها كمحاضره مسجله لحالها، اضغط على تسجيل من الشريحه الحاليه مثلا، خلاص هذه الان صبوره عندي بيضاء وعندي قلم
أقدر أكتب بالشكل هذا 1+1=4 مثلا، وأحدد وأرسم وأي شيء، وممكن أمسح جزء معين بالشكل هذا. الألترا للأسف أنه لما تضغط مسح، تضغط المساحة يمسح لك كل شيء، فهذا لا، حيمسح لك جزء جزء، يمسح لك جزء جزء الشيء اللي تبغى تحدده تحدده وتمسحه، بعدين تنتقل للشريحة الثانية وتكتب فيها وتظللها. فممكن أنك تستخدم هذه الشريحة، تستخدم الباوربوينت أيضا كصبورة بيضاء بكل سهولة، ممكن أنك تعمل تسجيل وتسجله ويطلع لك كملف مستقل آخر، وتعرضها للطلاب في نفس الوقت في الفصول الافتراضية. فهذا يعتبر حل آخر برضو للي سأل عن إمكانية المسح يعني بشكل محدد. لو في محاضرة في يوتيوب كيفية نقلها إلى الفصل الافتراضي، في عدة خيارات بالنسبة إذا عندك محاضرة في اليوتيوب. خليني أقفل هذه، خليني أرجع للفصل الافتراضي مرة أخرى. لو عندي فصل افتراضي الآن وعندي مقطع من اليوتيوب، خلينا نجيب مقطع من اليوتيوب مثلا. عند أفتح أول شيء المقطع من اليوتيوب، أفتح مثلا قناة تمكين، مثلا أبغى أشرح للطلاب كيفية حل الواجبات مثلا. هذا مثلا طريقة حل الواجبات للطلاب، أوريهم الفيديو هذا. إيش أصلح؟ اللي حاب يغادر يا أخواني يغادر، يعني ما عندكم مشكلة، الدورة انتهت يعني. إحنا الآن بس أجاوب على أسئلة أعضاء هيئة التدريس اللي عندهم أسئلة. بالنسبة للتقييم، رابط التقييم موجود، بأرسل لكم، أرسل لكم رابط التقييم على الشات. التقييم يا أخوان وأخوات اختياري وليس إجباري، التقييم اختياري وليس إجباري، يعني إحنا صح إن حاطينه في صفحة متطلبات الحصول على الشهادة ولكن ليس إجباري. يعطيكم العافية. طيب خليني أرجع بالنسبة اللي قال كيف نعرض في مقطع في يوتيوب في الفصل الافتراضي. الآن هذا بقفل المشاركة حق الشاشة الآن وأروح على الفصل الافتراضي، أضغط لوحة التعاون اللي باللون النفسجي، وبعدين أختار مشاركة المحتوى، ثم أختار مشاركة التطبيق الشاشة. مشاركة التطبيق الشاشة، هنا نقطة مهمة جدا، في عندي أختار نافذة التطبيق، ثم أختار أو أختار علامة تبويب وأروح للمقطع اليوتيوب، شايفينه؟ أو أن أختار مشاركة الشاشة بأكملها. لكن إذا أنا بس أبغى أشوف، خليهم يشوفون فقط اليوتيوب، أروح علامة التبويب الكروم بعد ما فتحته هنا، طبعا لازم يكون مفتوح مسبقا، ثم أحدد. لو تلاحظوا هذا الصفحة، طبعا علامات تبويب كروم يطلع لك كل العلامات اللي أنت فاتحها فوق. لاحظوا الآن أنا فاتح ما شاء الله يمكن 20 علامة تبويب، تطلع كل هن علامات التبويب اللي موجودة في الأعلى، جميع الصفحات اللي أنا فاتحها في الكروم. فأنا من ضمن الصفحات اليوتيوب أحددها بالشكل هذا. ولا أنسى إذا كان عندي مقطع صوتي أو مقطع فيديو أني أحط مشاركة الصوت. هذه من الأخطاء الشائعة، بعض أعضاء التدريس يقول أنا عرضت فيديو لكن الطلاب ما سمعوه لأنه ما حط علامة صح في مشاركة الصوت. فلا تنسى أنك بعد ما تحدد المقطع الفيديو أنك تحدد مشاركة الصوت، تحط عليه علامة صح، ثم تضغط على زر مشاركة، وبعدين تشغل لهم الفيديو بالشكل هذا. ممكن تعمل ملء الشاشة ويشوفون الطلاب معك. الآن الطلاب يشوفون الفيديو صوت الصورة معك بالشكل هذا. خلاص، حبيت أنك توقف الفيديو هذا، تضغط على زر الإيقاف وترجع مرة ثانية للفصل الافتراضي. وبهذه الطريقة استطعت أني أعرض لهم أي موقع، حتى ممكن الفيديو موجود على جهازي، مقطع صوتي، أيا كان. هذا الباركود. المهم يعطيكم العافية، شكرا لكم. نعتذر إذا فاتنا سؤال ما أجبنا عليه، إيميلي موجود معاكم، أعتقد الجميع يعرف إيميلي اللي هو mohaj@kikiu. بحط لكم إيميلي برضو هنا على الشاشة إذا حد عنده أي سؤال آخر ما قدرت أني أجاوبه عن طريق الشات، لأن الشات علق معايا في الأخير. mohaj@kikiu.edu.sa، وبإذن الله راح أجيب على كل أسئلتكم. ونعتذر إذا كان هناك أي تأخير في الرد على أسئلتكم لأنه تصلني إيميلات كثيرة. فشكرا لكم، أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم وتألقكم في هذه الليلة، والله يعطيكم العافية جميعا، ونلتقي على خير في دورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.